Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve mulana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nutabi'a fi kitab l-iqtisad fi l-i'tiqad ve ma zilna fi mes'alatil ciha ve hiyed da'wa es-sabi'a min al-qutb al-awwal. Lem nentehi minha fi d-ders al-madi ve al-yawm nutabi'a al-kelam fiha aydan. لكن قبل أن أبدأ في قراءة نص الكتاب فيما يتعلق بالدرس الماضي كنت ذكرت في الدرس عبارة وشرحناها فسألني عنها الأخ تيسير هو لم يكن حاضرا في الدرس الماضي ولكنه سمع الدروس فسأل عن قضية ويعني وعدته أن أجيب في الدرس لتعم الفائدة وكان سيأتي ولكن طرأ عليه سفر اليوم صباحا أيضا خيرا إن شاء الله لكن هو سيسمع التسجيل على كل حال قلنا إنه لا يمكن أن يخصص الله تعالى نفسه بنفسه نعم لا يمكن أن يخصص الله تعالى نفسه لأن تخصيص الشيء يكون يعني حدوث للشيء والمخصص لابد أن يسبق المخصص فلا يمكن أن يخصص الله تعالى نفسه فهو سأل سؤالين سؤال الأول يقول أليس أن الله تعالى يخصص فلان بالرحمة وفلان بالغضب مثلا يعني يرحم الله فلان ويغضب الله على فلان أو أن يخصص الله تعالى رحمته أكثر من غضبه إن رحمتي غلبت غضبي فيقول هذا يعني قد ورد في بعض النصوص فكيف نفهم هذا هذا السؤال الأول السؤال الثاني يقول كيف ألسنا نحن البشر نخصص أنفسنا بأنفسنا يعني فلان يخصص نفسه أن يكون طبيبا فلان هو يخصص نفسه بنفسه أن يكون مهندسا إلى آخره فلا يمتنع أن يخصص الشيء نفسه بنفسه نعم فالجواب عن هذا عن هذين السؤالين أما الأول أن الله تعالى يخصص نفسه بالرحمة أكثر من الغضب مثلا إن رحمتي سبقت غضبي أو إن رحمتي غلبت غضبي فهذا يعني يرجع إلى معنى الرحمة ومعنى الغضب لابد أن نقرر ما معنى الرحمة وما معنى الغضب الرحمة والغضب عند العلماء إما صفة ذات أو صفة فعل إذا قلنا صفة فعل هي الرحمة هي إثابة الله لعباده والغضب هو معاقبة الله لعباده فهذه تكون صفة فعل أو تكون صفة ذات يعني الرحمة هي إرادة الله رحمة إرادة الله إثابة الناس أو إرادة الله تعالى معاقبة الناس فإذا قلنا هي الإثابة والمعاقبة فهي صفة ذات عفوا فهي صفة فعل وإذا قلنا هي إرادة الإثابة أو إرادة المعاقبة فهي صفة فعل فهي صفة ذات عفوا فبناء على هذا التفصيل نعود إلى مسألتنا الآن فنقول هل يخصص الله تعالى نفسه بنفسه بالرحمة بالغضب بهذه الأشياء فنقول إذا كانت صفة فعل فلا إشكال لأن صفات الفعل حادثة وصفات الفعل لا تقوم بذات الله وإنما تقوم بمحلها بمحلاتها فإذا خصص الله تعالى الرحمة بفلان الغضب بفلان أو خصص الرحمة أكثر من الغضب معنى ذلك أنه إثابة الله لعباده أكثر من معاقبة الله لعباده يعني عدد العباد المرحومين أكثر من عدد العباد المغضوب عليهم نعم الرحمة تعلقت بالإثابة تعلقت بالناس أكثر مما تتعلق المعاقبة بهم فهذا ليس مؤثرا لأن الفعل حادث الإثابة متأخرة ليست أزلية والمعاقبة ليست أزلية فهما حادثان ولا يمتنع فيهما التأخر أن يخصص الله الإثابة أو يخصص المعاقبة فيلزم تقدم الله تعالى على الإثابة والمعاقبة لا إشكال في هذا نعم فهذا ليس تخصيص للذات هو تخصيص في العالم إذن الإثابة في محلها والمعاقبة في محلها نعم أما إذا قلنا إن الرحمة والمعاقبة هي من صفات الذات هي إرادة إرادة الثواب وإرادة العقاب
ففي هذه الحالة نقول الإرادة هي الصفة المخصصة، معنى الإرادة هي التخصيص. نعم، فلما نقول مثلا الرحمة غلبت الغضب أو الرحمة سبقت الغضب، يعني ما خصصته الإرادة بالإثابة أكثر مما خصصته الرحمة الإرادة بالمعاقبة. نعم، الإرادة قد تخصص الناس بالثواب، قد تخصصهم بالعقاب. فالذين خصصتهم الإرادة بالإثابة أكثر من الذين خصصتهم الإرادة بالمعاقبة. نعم، وهكذا. طبعا يعني طبعا سواء الإثابة أو المعاقبة في الدنيا أو في الآخرة، يعني حتى لا يرد اعتراض أنه أكثر أهل جهنم كفار لأنه أكثر الناس كفار مثلا أو كذا، هذه مسألة أخرى. لأنه نقول الإثابة قد تكون في الدنيا قد تكون في الآخرة، يعني حتى الكفار قد أثيبوا في الدنيا على حسناتهم، كما قال الله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها. نعم، أنه ذكر الذين يعملون الصالحات في الدنيا لكن من غير أهل الإيمان، فقال الله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون شيئا. والمعاقبة قد تكون في الدنيا كما قد تكون في الآخرة. فأنا أتكلم عن الإثابة والمعاقبة بالمعنى الأعم وليس عن الجنة والنار فقط. نعم، حتى لا يعترض بأن أهل الجنة أقل من أهل النار أو شيء مثل هذا. نعم، هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني وهو أن الإنسان قد يخصص نفسه بنفسه، فلماذا يمتنع؟ كما أن الإنسان يخصص نفسه بأن يكون طبيبا، يخصص نفسه بأن يكون مهندسا، فلماذا يمتنع على الله تعالى أن يخصص نفسه بنفسه ما دام الأمر ممكن عقلا بدليل وجوده بين البشر؟ إذن ممكن عقلا. نعم، فنقول لا، هذا الإنسان يخصص نفسه بنفسه في صفاته الحادثة وليس في صفاته التي بدأت معه من بداية ذاته. هناك صفات للإنسان قديمة بقدم ذاته، ليست قديمة أزلية لكن قديمة بقدم ذاته، يعني حيث الذات موجودة هذه الصفة موجودة للإنسان، هذه لا يمكن للإنسان يخصصها بنفسه. أما هناك صفات عارضة طارئة حادثة على الإنسان ليست قديمة بقدم ذاته، متأخرة عن بداية ذاته، فهذه التي يمكن للذات أن تخصصها لنفسها، لكن يلزم منها حلول الحوادث بهذه الذات. فلو قلنا إن الله تعالى يخصص نفسه بصفة من الصفات أو بأمر من الأمور، يلزم أن تكون هذه الصفة حادثة، لأنه يلزم أن تكون الذات متقدمة عليها، فيلزم أن تكون الصفة حادثة متأخرة. نعم، فيلزم قيام الحوادث بذات الله، وقيام الحوادث بذات الله تعالى مستحيل لأنه يلزم منه حدوث الذات، وهذه مسألة يعني تشرح في محلها، قيام الحادث بالذات يلزم منه حدوث الذات. نعم، فأظن هكذا المسألة اتضحت. فنحن لما نقول أن يمتنع أن يخصص الله تعالى نفسه بنفسه لأنه يلزم من ذلك يعني تقدم الشيء على نفسه، نعم، هذا يعني نتكلم في الصفات القديمة في الأشياء القديمة. أما في شيء حادث فهنا ندخل في باب آخر وهو قيام الحوادث بذات الله، وكلاهما إشكال. نعم، يعني التخصيص في الصفات القديمة مشكلة لأنه يلزم تقدم الشيء على نفسه، يعني تقدم الشيء وتأخره في نفس الوقت، وإذا كان صفة حادثة فالصفات الحادثة مستحيلة في حق الله تبارك وتعالى. نعم، طيب، الآن نكمل من الكتاب في مسألة الجهة. وقفنا عند قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فإن قيل فنفي الجهة مؤد إلى محال، أظن هنا وقفنا صح؟ فنفي الجهة مؤد إلى محال، وهو إثبات موجود تخلو عنه الجهات الست، ويكون هذا الموجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، وذلك محال. يقول إذا أنت تنفي الجهة عن الله تبارك وتعالى فإذا أنت تثبت موجود من الموجودات ليس في جهة من الجهات الست، لا هو فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار،
وأنتم تزيدون أيضا، الأشاعرة الماتريدية تزيدون أيضا، يعني تقرون بهذا أنه لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار العالم، وأيضا تزيدون أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا قد صرح به غير واحد من الأشاعرة والماتريدية أن الله تعالى لا يوصف بأنه داخل العالم كما لا يوصف بأنه خارج العالم. قال وذلك محال، هذا مستحيل، لأنه رفع للنقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كقاعدة عقلية منطقية يتفق عليها العقلاء جميعا، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. بعضهم قد يزيد فيقول هذا صفة المعدوم، هذه صفة المعدوم الذي هو لا داخل الشيء ولا خارج الشيء، ما هو؟ عدم. نعم، الذي هو لا فوقنا ولا تحتنا ولا أمامنا ولا يسارنا ولا يميننا ولا شمالنا، هذا هو العدم. فبعضهم يقول أنتم تعبدون عدما. نعم، فهذا الكلام طبعا غير صحيح. نعم، ويعني فيه شيء من النبز واللمز، يعني من أجل أن يرد، بدل أن يرد بطريقة علمية فيقول أنت تعبد عدما أو هذه صفة المعدوم أو شيء من ذلك. لا، المسائل العلمية لا تبحث بهذه الطريقة، تبحث بطريقة علمية. ننظر كيف سيجيب الإمام الغزالي. يقول قلنا مسلم أن كل موجود يقبل الاتصال بجهة، أن كل موجود صفة هذا الموجود يقبل الاتصال بجهة، يعني كأنه يقول مسلم أن كل موجود قابل للاتصال بجهة، يعني يقبل الاتصال بجهة هي جملة في محل جر صفة لكلمة موجود. الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، إذا جاءت جملة بعد النكرة تكون صفة، فموجود صفة نكرة، فالجملة بعدها صفة. إذن كل موجود قابل، هذا الموجود قابل للاتصال بجهة من الجهات، فمسلم أن كل موجود بهذه الصفة يقبل الاتصال بجهة، فوجوده لا متصلا ولا منفصلا بالجهة محال. إذن نحن نسلم كلامكم لكن بإضافة قيد عليه، وهو قبوله لهذا الوصف، وهو الاتصال أو الانفصال. فإذا كان الله تعالى أو هذا الموجود قابلا لهذه الصفة، إذا رفعنا النقيضين مستحيل، أما إذا كان لا يقبلها أصلا، ليس من شأنه أن يتصف بها أصلا، فرفع النقيضين لا يكون محالا، يكون منطقي. نعم، يقول وأن كل موجود يقبل الاختصاص بجهة، نفس الشيء، يعني أن كل موجود قابل للاختصاص بجهة، فوجوده مع خلو الجهات الست عنه محال، هذا مسلم. وأما موجود لا يقبل الاتصال بالجهة ولا الاختصاص بالجهة فخلوه عن طرفي النقيض غير محال، وهو كقول القائل، يعني إذا هذا محال يكون كقول القائل يستحيل موجود لا يكون عاجزا ولا قادرا، هو رفع النقيضين فقال يستحيل، يستحيل موجود لا يكون عاجزا ولا يكون قادرا، لابد نثبت له أحد النقيضين، نقول له لا خطأ، إذا كان من شأنه أن يتصف بالقدرة فنقول نعم يستحيل أن يكون لا عاجز ولا قادر، لكن إذا كان ليس من شأنه أن يتصف بالقدرة، نعم، كاللون مثلا، اللون عرض من الأعراض، العرض لا يتصف بالعرض، القدرة أو العجز هي أعراض، فالعرض لا يتصف بالعرض، فواحد يقول إذن اللون إما عاجز وإما قادر، نقول له لا، اللون لا عاجز ولا قادر، الحركة عاجزة أو قادرة، لا عاجزة ولا قادرة، نعم، وهكذا، يعني نستطيع أن نأتي بأمثلة كثيرة برفع النقيضين. الشرط الاتصال بالجهة، ما هنا ننتقل إلى هذه المسألة الآن،
يعني أولا لابد أن يسلموا هذه القاعدة، أنه ليس رفع النقيضين مطلقا محال. أولا نقيد أن رفع النقيضين فيما من شأنه أن يتصف بالجهة. فالآن يصبح الخلاف أنه هل من شأن ذات الله تعالى أن تتصف بالجهة أو لا؟ هل ذات الله تقبل ذلك أو لا؟ وقد يعني تكلم في الدرس الماضي أن معنى الجهة هو الحيز مع زيادة إضافة، فإذا كان الشيء يقبل الجهة فمعنى ذلك طبعا لابد أن يقبل الحيز، لأن الجهة هي الحيز مع إضافة إلى حيز آخر. فهل ذات الله تقبل التحيز أصلا؟ لا. نعم، هذا يعني تكلم فيه في الدرس الماضي. نعم. طيب يقول وهذا كقول القائل يستحيل موجود لا يكون عاجزا ولا قادرا ولا عالما ولا جاهلا، فإن أحد المتضادين لا يخلو الشيء عنه، عالم جاهل نفس الشيء. لو قلنا مثلا هذه الطاولة عالمة أو جاهلة؟ لا عالمة ولا جاهلة. بعض الناس يقول جاهلة، لا خطأ. يعني بعض الناس يقول ما دام هي لا تعلم فهي جاهلة، خطأ. هي لا عالمة ولا جاهلة، لأن الجاهل يعني هو قابل للعلم ثم فرغ عنه، يعني الفارغ عن علم من شأنه أن يتعلمه، هذا هو الجاهل. يقول فيقال له إن كان ذلك شيء قابلا للمتضادين فيستحيل خلوه عنهما، وإن كان غير قابل لهما لا يستحيل خلوه عنهما، كما الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما لأنه فقد شرطهما وهو الحياة. يعني نحن لما ندرس صفة الحياة ماذا يعرفونها في كتب العقائد؟ يقولون هي صفة أزلية قائمة بذات الله تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك، تصحح لمن قامت به أن يتصف بالصفات الأخرى أو صفات الإدراك. يعني العلم صفة من صفات الإدراك، فشرطها لها شرط، حتى تقوم بالموصوف لها شرط، وهو أن يكون الموصوف بها حيا. فالحياة شرط لصفة العلم مثلا. نعم. فإذا كان هذا الموجود فقد هذا الشرط، الشرط غير موجود فيه أصلا، فيمتنع وصفه بهذه الصفة، لا يقبلها أصلا. نعم. كالجمادات، يعني مثل هذه الطاولة هل توصف بالعلم؟ لا، لأنه شرط العلم هو الحياة، والحياة ليس فيها. نعم. قال فخلوه عنهما ليس بمحال، فكذلك شرط الاتصال والاختصاص بالجهات التحيز والقيام بالمتحيز. يعني متى الشيء يختص بالجهة أو يتصف بالاتصال والانفصال عن الجهة أو عن جسم آخر؟ قال هو شرطه التحيز، أن يكون متحيزا أو القيام بالمتحيز. يعني كما قلنا أن الجوهر يختص بالجهة بنفسه، العرض يختص بالجهة بالتبعية للجوهر، الجسم أو الجوهر له حي له جهة، نقول هذا الجسم السقف فوقي. نعم. فكيف هو فوقي؟ ما شرط قبوله لهذه الصفة؟ تحيزه، أنا متحيز، وحيزه بالنسبة لحيزي محاذي من جهة الرأس فيصبح فوقي. طيب لون السقف فوقي أيضا، هذا اللون موجود فوقنا. نعم. فنقول هذا اللون موجود فوقنا ليس بتحيزه، بقيامه بالمتحيز. يعني الشرط حتى أصف اللون بأنه فوقي أن يكون قائما بمتحيز، وهذا المتحيز أن يكون محاذي للحيز الذي أنا فيه من جهة الرأس. بهذه الطريقة يكون الجهة شرطها التحيز أو القيام بالمتحيز. نعم. يقول فكذلك شرط الاتصال والاختصاص بالجهات التحيز والقيام بالمتحيز، فإذا فقد هذا لم يستحل الخلو عن متضاداته، فيرجع النظر إذن إلى أن موجودا ليس بمتحيز
ولا هو في متحيز بل هو فاقد شرط الاتصال والانفصال هل هو محال أم لا؟ يقول إذا تقرر هذا الكلام أن شرط الجهة هو التحيز أو القيام بالمتحيز، فإذا كان هذا الشيء لا متحيز ولا قائم بالمتحيز فلا يأتي أصلا سؤال هل هو في جهة أو ليس في جهة، لا يأتي هذا، يعني لا يقبل هذه الصفة، فننفي الجهات جميعا عنه ولا يكون هذا محالا. نعم. يقول لم، فإذا فقد هذا الشرط لم يستحل الخلو عن متضاداته، يعني لا عالم ولا جاهل، لا قادر ولا عاجز، أو في مسألتنا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، فيرجع النظر إذن إلى أن موجودا ليس بمتحيز ولا هو في متحيز بل هو فاقد شرط الاتصال والانفصال هل هو محال أم لا؟ يعني يقول لابد ننقل المسألة إلى أنه هل يستحيل عقلا وجود شيء ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز؟ هل يستحيل عقلا وجود شيء ليس يوصف بالاتصال أو الانفصال؟ ننقل المسألة إلى هذه المسألة، هل يستحيل هذا الموجود؟ نعم. فإذا كان لا يستحيل هذا الموجود، يقبله العقل، يتصوره العقل، موجود لا متحيز ولا قائم بالمتحيز، فإذا يعني قبل العقل هذا، تصور العقل هذا، فما المانع إذن أن يعطيه أحكامه، ومن أحكامه أن ننفي عنه النقيضين التي لا يوصف بها. نعم. فإذا المسألة ليس رفع النقيضين، المسألة هل عقلك يتصور موجود لا متحيز ولا قائم بالمتحيز. نعم. طبعا العقل يسهل عليه تصور ذلك في الأزل، إذا العقل بدأ يفكر من الآن يصعب عليه ذلك، يقول أريد أتصور موجود لا متحيز ولا قائم بالمتحيز، صعب. لكن إذا رجع إلى الأزل وفكر من الأزل أن هناك في الأزل الله تعالى موجود ولا شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله قبل كل شيء، كان الله ولم يكن شيء غيره كما في الحديث، لا حيز ولا متحيز موجود، إذن هو موجود الله تعالى ولا يوجد حيز، إذن ليس متحيزا، ولا يوجد متحيز، إذن ليس قائما بالمتحيز. نعم. فإذن العقل تصور موجودا من الموجودات، وهذا الموجود لا متحيز ولا قائم بالمتحيز. نعم. فما دام تصوره العقل فيرتب عليه أحكامه، من أحكام ذلك أن ننفي عنه المتقابلات التي ليس من شأنه أن يتصف بها، التي التحيز هو شرطها، ما دام ذهب شرط التحيز لننفي عنه الضدين جميعا. نعم. يقول فإن زعم الخصم أن ذلك محال وجوده فقد دللنا عليه بأنه مهما بان أن كل متحيز حادث وأن كل حادث يفتقر إلى فاعل ليس بحادث فقد لزم بالضرورة من هاتين المقدمتين ثبوت موجود ليس بمتحيز. يقول إذا جاءني الخصم وقال هذا الذي تدعيه موجود ليس متحيزا ولا قائم بالمتحيز، نحن نقلنا المسألة، قلنا من مسألة الجهة إلى مسألة شرط الجهة هو التحيز والقيام بالمتحيز، فصارت المسألة هل يستحيل تصور موجود لا متحيز ولا قائم بالمتحيز، هل يستحيل هذا التصور؟ فإذا قال الخصم نعم هذا يستحيل وجوده، يقول فقد دللنا عليه بأنه مهما بان بأن مهما بان أن كل متحيز حادث، يعني يشرح له أولا أن كل متحيز هو حادث، نعم، وأن كل حادث يفتقر إلى فاعل، صفة هذا الفاعل قديم ليس بحادث. نعم. فإذا قلنا له نحن نطلب إذن وجود الله تعالى، ووجود الله تعالى لا يكون متحيز لأن المتحيز حادث، والمتحيز يحتاج إلى فاعل، الحادث يحتاج إلى فاعل ليس بحادث،
فإذا قال فقد لزم بالضرورة من هاتين المقدمتين ثبوت موجود ليس بمتحيز. نعم. قال أما الأصلان فقد أثبتناهما في أدلة وجود الله في الدروس الأولى أثبتناهما، وأما الدعوى اللازمة منهما فلا سبيل إلى جحدها مع الإقرار بالأصلين. يقول الأصلان يعني المقدمتان، المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى من هذا الدليل أن كل متحيز حادث وكل حادث يفتقر إلى فاعل ليس بحادث. هذان الأصلان أو هاتان المقدمتان أثبتناهما في الدروس الماضية. يقول وأما الدعوى اللازمة منهما النتيجة المترتبة عليهما فلا سبيل إلى جحدها إلى إنكارها، لا طريقة إلى إنكارها إذا سلم الخصم بالأصلين، وقد أثبتنا الأصلين فيما سبق. طيب يقول فإن قال الخصم إن مثل هذا الموجود الذي ساق دليلكم إلى إثباته غير مفهوم. يقول طيب أنا فهمت يعني أو يعني أقنعتني بما قلت، لكن كلامكم كلام منطق وعلم كلام وفلسفة، لم يعني أنا لا أستطيع أن أجيب عنه صح، ولكن يبقى في النهاية هذا الشيء غير مفهوم لنا، نحن لا نفهم في عقولنا إلا موجود داخل العالم أو موجود خارج العالم، هذا العالم بسماواته وأرضه ونجومه، أي موجود إما في الداخل أو في الخارج. نعم هذا المفهوم للناس. نعم نعم كلامك السابق كلام فلسفي أقنعتنا به، ولكن يبقى غير مفهوم هذا السؤال. فإن قال الخصم إن مثل هذا الموجود الذي ساق دليلكم إلى إثباته هذا الموجود غير مفهوم، فيقال له ما الذي أردت بقولك غير مفهوم. نعم يعني الغزالي يعلمنا الهدوء في المناقشة والمناظرة. نعم إنه يقول لي غير مفهوم، أقول له طيب دقيقة كلمة كلمة ما معنى غير مفهوم، نعم حتى نحدد المصطلحات، فالحكم على شيء فرع عن تصوره، نفهم أولا ماذا تقصد بالكلمة حتى أناقشها. نعم قال فإن أردت بقولك أنه غير متخيل، يعني أردت بقولك غير مفهوم، ماذا أردت؟ أنه غير متخيل ولا متصور ولا داخل في الوهم، فقد صدقت. إذا قلت غير مفهوم بمعنى غير متخيل، لا نستطيع أن نتخيل هذا، أرسم في عقلي صورة للعالم وأرسم صورة لشيء موجود لا في داخله ولا في خارجه، لا أستطيع تخيل هذه الصورة. نعم ولا متصور، هنا متصور بمعنى أن نرسم أيضا صورة في عقولنا. نعم فهذا غير متصور بهذا المعنى. نعم ولا داخل في الوهم، يعني نفس الشيء لا داخل في الخيال، الوهم بمعنى الخيال. لكن أحيانا كلمة متصور تأتي بمعنى التعقل، تصور الشيء فهمه تعقله، يعني هذه الكلمة تلتبس كثيرا. أحيانا نقول هل يتصور العقل ذلك؟ نعم يتصور، ليس معنى أن يرسم له صورة ولكن أن يعقله، هذا التصور بالمعنى المنطقي، يعني التصور والتصديق، التصور إدراك، نعم يعني يدرك يعقل، لكن هنا لا يقصد هذا. فإن أردت بقولك غير مفهوم يعني غير متخيل، تمام، غير متصور يعني ليس غير متعقل، لا غير متصور يعني لا نستطيع أن نرسم في عقولنا صورة له. نعم سلمنا هو غير متصور، الله تعالى غير متخيل وجوده، نعم غير متخيل يعني غير واقع تحت رسم الخيال، غير متصور يعني تحت صور الخيال أيضا، غير داخل في الوهم، فقد صدقت. التعقل يعقل من جهة من الجهات كما قلنا، لو بدأنا ليس من العالم الآن لنعقله، بدأنا من الأزل فنعقله، نعم لأنه لم يكن عالم ولم يكن شيء ولم يكن حيز، فنعقل موجود ليس متحيز، نعم يعني بحسب الجهة التي تبدأ من التفكير منها. فإذا بدأت من العالم صعب، لكن ابدأ من الأزل تعقل هذا. قال فإنه لا يدخل في التصور والوهم والخيال إلا جسم له لون وقدر، فالمنفك عن اللون والقدر لا يتصوره الخيال،
يعني يقول هناك مسائل أسهل من هذه المسألة ونحن لا نتخيلها. نعم، وهناك مسائل نشترك في نفيها نحن والخصم، ليس نحن فقط الخصم الذي يجادلنا، مثل هذه المسألة محل خلاف بيننا وبينه، مسألة الجهة، لكن هناك مسائل حتى الذي يثبت الجهة هو ينفيها، كأن يكون هناك ذات ليست جسما وليس لها لون، ليس لها قدر مقدار. نعم، فكثير من ممن يثبت الجهة ينفي هذا، يعني هناك مجسما عم يثبتون هذا جميعا، لكن هناك ممن يثبت الجهة من ينفي وجود، يعني أن الله جسم له لون وله مقدار، ينفون، كثير منهم ينفون هذا، فنقول لهم هل هذا متخيل أيضا؟ هذا غير متخيل. نعم، متصور أو متعقل، نعم العقل يعقله يفهمه يدركه، لكن لا يستطيع أن يرسم له صورة في عقله. نعم، قال فإن الخيال قد أنس بالمبصرات فلا يتوهم الشيء إلا على وفق ما رآه. نعم، يعني الإنسان بحسب عقله بحسب البيئة التي عاش فيها، فلا يستطيع أن يتخيل أشياء إلا بحسب البيئة التي يعيش فيها. نعم، لذلك حتى الإنسان ربما ذكرنا سابقا عندما يصنع أشياء يصنعها على صورة مخلوقات الله تعالى، يعني عندما نصنع السيارة نصنع كأن لها أرجل عجلات، لكن نعم يعني على الصورة التي نراها في مخلوقات الله تعالى. نعم، عندما نصنع طائرة نصنعها لها أجنحة كالطائر كالطيور التي خلقها الله تعالى. نعم، حتى عندما نتخيل مخلوق في الأفلام يأتي من الفضاء، نعم يرسمونه على صورة الإنسان مع تغيير بسيط، يعني يكبرون الرأس أو يصغرون العين أو كذا أو كذا، لكن يبقى في خيال البشر هو خيال من البيئة التي يعيشون فيها، لا يستطيعون أن يخرجون عنها. نعم، لذلك لو الطفل في بطن أمه استطعنا أن ندخل إلى عقله وقلنا له هناك مثلا إنسان يمشي على قدمين أو كذا، في البداية لا يتخيل هذا. نعم، يعني لو كان عاقلا ونستطيع أن نسأله لا يتخيل هذا. نعم نعم، لأنه ما دخل هذه البيئة وما رآها، وهكذا عقل الإنسان يعني محدود في خياله، محدود ببيئته، لكن في تعقله يستطيع أن يخرج عن البيئة في التعقل. نعم، يعني في الأحكام يستطيع أن يحكم من خارج بيئته. نعم، أما في أن يرسم صورة في خياله لا يستطيع. نعم. طيب، يقول فلا يتوهم الشيء إلا على وفق ما رآه، ولا يستطيع أن يتوهم ما لا يوافقه. وإن أراد الخصم أنه ليس بمعقول، يعني يقول أنا قلت هذا الموجود الذي لا داخل ولا خارج هذا ليس مفهوما، بمعنى ليس معقولا أصلا، يعني العقل لا يقبله أصلا، هذا معنى ليس معقول، يعني مستحيل عقلا، أي ليس بمعلوم بدليل العقل، يعني العقل لا يستطيع أن يقيم حجة وبرهانا على إثباته، فهو محال. يقول الغزالي الآن يقول هذا مستحيل، يعني هذه الدعوة منك مستحيلة، إذ قدمنا الدليل على ثبوته، دليل وجود الله تعالى. نعم، ولا معنى للمعقول إلا ما اضطر العقل إلى الإذعان والتصديق به بموجب الدليل الذي لا يمكن مخالفته. إذا أتينا بدليل والعقل اضطر أن يسلم بالنتيجة هذا أصبح معقولا، وإن كان غير متخيل في العقل ولكنه أصبح معقولا، مدام العقل بالاستدلال وصل إلى أن النتيجة صحيحة. قال وقد تحقق هذا. نعم، يقول فإن قال الخصم فما لا يتصور في الخيال لا وجود له. أنت فرقت الآن بين الخيال والحكم العقلي، يعني ما هو تحت الخيال وما هو تحت الحكم العقلي، هناك أشياء تحت الخيال، هناك أشياء ليست تحت الخيال لكنها تحت أحكام العقول، يعني تستطيع باستدلال عقلي أن تصل إلى نتيجة تثبتها أو تنفيها، فأنت فرقت بين الأمرين وأنا لا أفرق. يقول
يقول الذي ليس تحت الخيال ليس معقولا أصلا. نعم، لا وجود له، فما لا يتصور في الخيال لا وجود له. يقول فلنحكم، الغزالي يقول الآن يرد، فلنحكم بأن الخيال لا وجود له في نفسه، فإن الخيال نفسه لا يدخل في الخيال، والرؤية لا تدخل في الخيال، وكذا العلم والقدرة، وكذا الصوت والرائحة. ولو كلف الوهم أن يتحقق ذات الصوت لقدر له لونا ومقدارا وتصوره كذلك. يقول هناك كثير من الأعراض التي نثبتها ونشعر بها ونحس بها، نعم، يعني هي دليلها الحواس، نشعر بها ونحس بها في حياتنا، ولكن لا نستطيع أن نتخيلها تحت الخيال برسم صورة لها. نعم، يقول مثل الخيال نفسه لا يتخيل. ما هو الخيال؟ يعني بمعنى التخيل نرسم له صورة. نعم، الرؤية، العلم، القدرة إلى آخره. قال حتى الصوت، وإن كان الصوت يعني في حياتنا المعاصرة يعني عرف بطريقة أكثر مما كانوا يعرفون، يعني الآن صار أوضح الصوت، إنه موجات يعني تتحرك عبر الهواء، ينقلها الهواء من مكان إلى مكان، يعني صارت متخيلة. لكن لنترك المثال وهو الصوت ونأخذ مثال آخر، يعني الأمثلة الأخرى التي هي الخيال أو العلم أو القدرة. نعم، يعني ما هو العلم؟ صفة العلم ما هي فعلا؟ يعني نحن نشعر بها، نعم، ويعني لا مجال لنفيها، ولكن لو نريد أن نتخيلها ما هو العلم؟ ليس المعلومات، العلم يعني الصفة التي تكتسب المعلومات، التي تكشف عن المعلومات، لا نستطيع أن نتخيلها، وإن كنا نعقلها ونتصورها بأدلتها، نرى آثارها، من الأثر نستدل على وجودها، من المعلول نستدل على العلة، من الأثر نستدل على المؤثر، وهذا دليل وجود الله، من نستدل من العالم على وجود الله، من الأثر على المؤثر. فالعلم نجد فرق بين فلان وفلان، فلان يتعلم يعلم، فلان يتعلم ولا يعلم، هذا عنده الصفة، هذا ما عنده الصفة. نعم، يعني نجد إنسان مثلا ما عنده هذه الصفة أصلا، البصر وهكذا. فيعني هناك بعض الأشياء ربما كما قلت مع الزمن ربما تعقل الآن، لكن هناك تبقى بعض الأمثلة سالمة، يعني النزاع في مثال ذكره لا يشكل على أصل المسألة. الآن الناس عندما يريدون أن يرسموا الحب، نعم، ماذا يرسمون؟ يرسمون قلب، صح؟ عندما يريدون أن يرسموا الحب يرسمون القلب، نعم، يعني يرسمون محله، نعم، القلب ليس هو الحب ولكن هو محل للحب، فيرسمون المحل ليدلوا على الحال فيه، لأن الحال في القلب لا يتصور، يعني لا يرسم له صورة. لكنهم يعقلونه بدليل أنهم يعني يتكلمون عنه ويفسرونه ويشرحونه ويرسمون له صورة، وإن كان الصورة ليست له ولكن لمحله. نعم، قال وهكذا جميع أحوال النفس من الخجل والوجل، الخجل معروف، الوجل الخوف يعني، والعشق والغضب والفرح والحزن والعجب، فمن يدرك بالضرورة هذه الأحوال من نفسه ويسوم خياله أن يتحقق ذات هذه الأحوال فيجده يقصر عنه إلا بتقدير خطأ، ثم ينكر مع ذلك وجود موجود لا يدخل في خياله. يقول نحن نشعر بهذه الأشياء في أنفسنا، نعم، يقول فمن يدرك هذه الأشياء بالضرورة بشعوره، كل إنسان يدركها، نعم، هذه الأحوال من نفسه، ويسوم خياله، يعني يحاول مع خياله مساومة، كيف البيع والشراء، إنه هذا بعشرة، لا بتسعة، لا بثمانية، لا بكذا، المساومة، نعم، يسوم خياله، يعني ينازع خياله أن يتحقق الخيال ذات هذه الأحوال ولا يستطيع، فيجده يقصر عنه،
يقصر الخيال عن إدراكها وعن رسم صورة لها إلا بتقدير خطأ. يعني ممكن بعض الناس يتصورون الحب لكن إذا فهموه خطأ. ممكن الإنسان يتصور أن الحب هو نفس القلب في يعني يظن هذا هو حقيقة فيكون خطأ في الفهم. نعم. وهكذا قال: ثم ينكر هذا الإنسان الذي يدرك هذه الأشياء ولا يستطيع أن يتصورها بخياله، ثم ينكر مع ذلك وجود موجود لا يدخل تحت خياله. نعم. يعني هذا إنسان يجمع بين النقائط، هنا لا يتخيل ويثبت، هنا لا يتخيل فينفي، وهذا خطأ. يقول: فهذا سبيل كشف الغطاء عن المسألة. وقد جاوزنا حد الاختصار، يعني في مسألة الجهة يقول أطلنا الكلام، وإن كان الكتاب هو كتاب الاقتصاد التوسط. نعم. ولكن المعتقدات المختصرة في هذا الفن أراها مشتملة على الإطناب في الواضحات والشروع في الزيادات الخارجة عن المهمات مع التساهل في مضائق الإشكالات، فرأيت نقل الإطناب من مظان الوضوح إلى مواقع الغموض أهم وأولى. يقول: لا فرق، المهم أنه موجود، يعني الحكم هنا متعلق بالوجود، الأحوال أو الأعراض موجودة والذوات موجودة، فإذا كان هذا موجود ولكن لا نستطيع أن نتخيله، نعم، فلا مانع أن يكون ثمة موجود لا يمكن أن نتخيله أيضا، نعم، كوجود. الآن يعني الآن الجسم والعرض كلاهما موجود، فنحن نتخيل الأجسام ولا نتخيل الأعراض. نعم. إذن علة عدم التخيل، نعم، أو علة التخيل ما هي إذن؟ الجسمية. نعم. يعني هنا موجود وهنا موجود، جسم وعرض، الجسم يتخيل العرض لا يتخيل، إذن فما هي علة التخيل؟ يعني علة وقوع الشيء تحت الخيال هي الجسمية بدليل خروج العرضية وليس الوجودية. يعني ليست علة التخيل هي الوجود حتى يقول نقول كل موجود لابد أن نتخيله، العلة هي الجسمية بهذا المنطق الآن واضح، العرض موجود ولكن لا يتخيل، إذن علة التخيل ليست الوجود هي الجسمية. إذن لا مانع من وجود موجود ليس فيه هذه العلة وهي الجسمية فلا يقع تحت الخيال. لأن هل هو لابد أن يكون عرض؟ هذا لم يثبت. نعم. نعم. يعني علة التخيل هي الجسمية، لكن هل علة عدم التخيل هي العرضية؟ هذا لم يقم عليه دليل. نعم. يعني بحسب الدليل نحن أثبتنا علة التخيل هي الجسمية. نعم. فبقي ما ليس بجسم لا يتخيل. نعم. فيدخل في ذلك الأعراض ويدخل في ذلك غير الأعراض، المهم أنه ليس بجسم وهو ذات الله تعالى ليس بجسم فلا يتخيل. نعم. يعني ما لا يدخل تحت الوهم، هذا هو غير متخيل، يعني ما لا يدخل تحت الوهم. نعم. الوهم هو خيال العقل، يعني الصورة التي يرسمها العقل للموجودات للأشياء، فهناك أشياء لا تدخل تحت هذا الخيال، هذا يقال فيه غير متخيل. نعم. يعني هو ليس مفهوم حتى يعرف أصلا، ليس مصطلح حتى يعرف، وإنما هو حكم أو صفة، يعني نحكم على هذا الشيء بأنه متخيل أو غير متخيل. نعم. فهذا حكم مشتق يسمى، فكيف يفهم؟ بمأخذ الاشتقاق. يعني عندما نقول مثلا هذا متلون، هذا ليس متلون، فما الفرق بين المتلون وغير المتلون؟ لابد نفهم اللون، يعني نفهم أصل الاشتقاق، متلون حكم بناء على يعني بصفة مشتقة، فنأخذ أصل الاشتقاق اللون، هذا متحرك هذا ليس متحرك، فكيف نفهم الفرق بينهما؟ بأن نأخذ الحركة نفهم الحركة، فمتخيل غير متخيل لابد أن نفهم الخيال ما هو. نعم. وهكذا. فيقول: أنا أطلت في هذا الموضوع، تجاوزت الاختصار. قال: لأن الكتب المختصرة تطيل، لكن تطيل في الواضحات، فهذا العيب،
يعني ليس العيب هو الإطالة، يعني إذا أنت كتبت كتابا مختصرا فليس العيب أن تطيل، لكن العيب أن تطيل فيما لا يحتاج إلى تطويل. أما إذا أطلت فيما يحتاج إلى تطويل فهذا ليس يعني لا ينافي الاختصار، نعم، ولا ينافي الاقتصاد، لأن الاختصار أو الاقتصاد في يعني أن تأتي أن لا تطيل في موضع الإطالة، في موضع الذي يحتاج إلى الإطالة، هذا إخلال وليس اختصار، إخلال يعني تنقيص عن المقدار المطلوب. هناك فرق بين الاختصار، الاختصار لابد أن يكون وافيا، أما إذا أنقصت عن المقدار الوافي فهذا إخلال يسمى وليس اختصار. نعم. نعم طبعا، يعني لا تقع تحت الخيال، الخيال لا يستطيع أن يرسم لها صورة في ذهنه، الإنسان لا يستطيع أن يرسم لها صورة في ذهنه، أما تتعقل تتصور يعني تفهم عقلا يعني بالاستدلال عليها، هل نستطيع أن نثبتها أو ننفيها؟ نستطيع، يعني هناك شيء تحت الخيال وهناك شيء تحت العقل، فالذي تحت الخيال مسألة، الذي تحت العقل مسألة أخرى، قد يخرج الشيء عن مسألة تحت الخيال، قد يكون ليس تحت الخيال ولكن يبقى تحت العقل، يعني كأنه سقف أدنى وسقف أعلى منه، فقد يخرج الشيء عن دائرة الخيال لكن يبقى في دائرة التعقل. نعم. أما إذا خرج عن دائرة التعقل فهذا المستحيل، هذا المحال. نعم. لا نعم نعم، هذا الذي قاله أنه أحوال النفس، الخجل، الوجل، العشق، كلها غير متخيلة. نعم. طيب، فقبل أن أخرج من هذه الدعوة بقي عبارة لا أدري إذا كنا قد تكلمنا فيها في درس آخر، كلمة الإمام الطحاوي: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هل تكلمنا فيها في درس ماض؟ طيب، فالإمام الطحاوي في عقيدته ذكر في وصف الله تعالى عدة صفات، وفيها قال: وتعالى الله عن الحدود والأركان والأدوات. تعالى الله عن أن يكون له حد يحويه، أن يكون له أركان، أجزاء، جوارح، وأدوات، يعني المعنى قريب في الأركان والأدوات، المعنى قريب يعني كاليد والوجه وكذا، هذه أدوات أو آلات أو أركان. ثم قال: لا تحويه الجهات الست. نعم، يعني لا يوصف بأنه فوق كما لا يوصف بأنه تحت، لا يوصف بأنه أمام كما لا يوصف بأنه خلف، لا يوصف بأنه يمين كما لا يوصف بأنه يسار. هذا نفس كلام الغزالي هنا: لا تحويه الجهات الست. نعم، كسائر المبتدعات، كسائر المخلوقات التي تحويها الجهات الست. لكن هل الإمام الطحاوي يقصد لا تحويه الجهات الست منفردة ومجتمعة، أو لا تحويه الجهات الست مجتمعة فقط لكن قد تحويه منفردة؟ يعني لا تحويه الجهات الست اجتماعا وافتراقا، أو لا تحويه الجهات الست اجتماعا فقط لا تحويه، أما انفرادا فقد تحويه، يعني لا تحويه الجهات الست يعني معا، لا يكون فوق وتحت ويمين ويسار وأمام وخلف معا. نعم، لكن قد تحويه جهة واحدة من الجهات الست كأن يكون فوق فقط. نعم. هذا التفسير الثاني هو تأويل السلفية في عصرنا لكلمة الإمام الطحاوي، يقولون أن الإمام الطحاوي لم يقصد نفي الجهة، وإنما قصد نفي الجهات مجتمعة. قالوا أراد أن يرد على قول من يقول بالوحدة الوجود، أو بأن الله في كل مكان، لأنه في كل مكان يعني في كل جهة. نعم، فقال لا تحويه الجهات الست، ما قال لا تحويه جهة من الجهات الست، لا تحويه الجهات الست يعني مجتمعة اجتماعا ليس انفرادا، انفرادا قد تحويه جهة من الجهات الست. نعم، لكن تفسيرنا وتفسير العلماء الذين شرحوا عقيدة الطحاوي غير ابن أبي العز
باقي علماء المذهب الذين شرحوا عقيدة الطحاوي شرحوها على ما يفهم منها، لا تحويه الجهات الست، أي لا تحويه الجهات الست اجتماعا وافتراقا، لأن العبارة مطلقة، لو أراد الطحاوي أن يقيدها لقيدها. نعم، فهو أطلق العبارة فدلت على أنها بكل صورها، لا تحويه الجهات الست أي اجتماعا وافتراقا، يعني لا تحويه الجهات الست مجتمعة، يعني لا يكون فوق وتحت وأمام وخلف ويمين ويسار معا، ولا تحويه الجهات الست انفرادا، يعني لا يكون فوق فقط، لا يكون تحت فقط، لا يكون أمام فقط إلى آخره، لا اجتماعا ولا افتراقا، لأنه أطلق العبارة. هذا أولا. ثانيا، إذا قال لي لا لا، يعني حتى لو أطلق العبارة كلامك ليس عليه دليل، يعني من حق المخالف أن يؤوله أو أن يفسر ويقول مقصود الطحاوي هو لا تحويه الجهات الست اجتماعا، أما جهة واحدة قد تحويه، نقول له لا، الإمام الطحاوي زاد كلمة بعد ذلك وهي كسائر المبتدعات، كسائر المخلوقات، فسائر المبتدعات أو سائر المخلوقات هل تحويها الجهات الست اجتماعا فقط؟ نعم، يعني أراد الطحاوي أن يفرق بين الله تعالى وبين المخلوقات، فقال الله تعالى لا تحويه الجهات الست، المخلوقات تحويها، لا تحويه كسائر، يعني سائر المخلوقات سائر المبتدعات تحويها الجهات الست. نعم، فإذا كان الطحاوي يقصد اجتماعا فقط لا تحويه الجهات الست مجتمعة كما هم يفسرون، نعم، إذن المخلوقات تحويها الجهات الست مجتمعة، ننظر هل المخلوقات كذلك؟ بعض المخلوقات نعم، مثل هذه الطاولة هي أمامي نعم، وهي خلف مثلا الكاميرا، نعم، أو مثلا هي يعني إذا أخذنا من هذه الجهة هي أمام الكاميرا هي خلف اللوح، نعم، هي عن يمين فلان هي عن يسار فلان، نعم، هي تحت السقف هي فوق الأرض، فهي يعني تحويها الجهات الست مجتمعة، لكن بعض المخلوقات لا تحويها الجهات الست، نعم، كالسماء، أو إذا نريد نرتفع فوق السماء كالعرش، أعلى مخلوقات العالم هو العرش، لا يوصف بأنه تحت شيء، نعم، هو فوق شيء لكن لا يوصف بأنه تحت شيء، وهذا محل النزاع يصبح مصادرة، ولكن هذا استدلال بمحل النزاع، نحن نخرج محل النزاع، ندرس المسألة بدون محل النزاع أولا، هذا يصبح مصادرة عن المطلوب، تمام سلمنا. طيب هو يمين شيء، يسار شيء، أمام شيء، خلف شيء، يعني سلمنا أنه فوق وتحت، أخذ الصفتين لكن لم يأخذ باقي الصفات باقي الجهات، نعم، لو أخذنا مركز العالم، نعم، هو تحت وليس فوق شيء، نعم، لو بقينا ننزل 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 إلى المركز، نعم، هو تحت وليس فوق شيء، نعم، نعم، إلا إذا قلنا الأرض كرة فهنا يعني يصبح فوق من الجهة الأخرى، ولكن أيضا هذا اعتباري، ولكن هو حقيقة تحت، يعني مركز الأرض هو تحتها، تحت سطحها من كل الجهات، يعني حتى وإن كان في صورتنا هو المركز فوق السطح الأسفل، لكن هو يعني كحقيقة لا، هو تحتها، نعم، نعم، يعني ستجد مثال، إن لم يسلم لك في جهة ستجده يسلم في جهة أخرى، نعم، وهكذا. فإذن كلام الإمام الطحاوي كسائر المبتدعات، نقول سائر المبتدعات اجتماعا وانفرادا، إذن كلام الإمام الطحاوي في الأول اجتماعا وانفرادا، لا تحويه الجهات الست، نعم، يعني لا تحويه الجهات الست مجتمعة ولا تحويه الجهات الست منفردة أيضا كسائر المبتدعات، لأنه سائر تشمل كل المبتدعات الأخرى، كل المخلوقات الأخرى، المخلوقات الأخرى بعضها تجتمع عليه الجهات الست وبعضها لا تجتمع عليه إلا يعني بعض الجهات الست، نعم، فحتى يكون الكلام مستقيما والتمثيل والتشبيه ك يعني جاريا على أصوله، لابد أن يفسر كلام الطحاوي بأنه لا تحويه الجهات الست مجتمعة ولا تحويه الجهات الست منفردة اجتماعا وانفرادا، وهذا الذي عليه الشراح.
وهذا هو المنطق في يعني كلام الإمام الغزالي، وسياق العبارة لغة يدل على ذلك. نعم. طيب، يعني أظن لم يبقى شيء في مسألة الجهة. نعم. ننتقل الآن إلى الدعوة الثامنة، وهي قريبة من مسألة الاستواء على العرش، وهي قريبة من مسألة الجهة وهي الاستواء على العرش. قال الدعوة الثامنة، يقول: ندعي أن الله تعالى منزه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش، فإن كل متمكن على جسم ومستقر عليه مقدر لا محالة. نقول الله تعالى لا يوصف بالاستقرار على العرش، لأن كل متمكن على جسم ومستقر على جسم، إذا استقر شيء على جسم فهو مقدر له تقدير، إما أن يكون أقل منه أو مساوي له أو أكبر منه. نعم، مقدر لا محالة، فإنه إما أن يكون أكبر منه أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك لا يخلو عن التقدير، يحتاج إلى تقدير، يحتاج إلى مقدر. نعم، لأن التقدير أمر ممكن في نفسه، شرحنا هذا، ما الذي خصصه بهذا المقدار وليس بمقدار آخر؟ فيحتاج إلى مخصص. ولأنه يعني هو لم يفصل في هذا الاستدلال طويلا، لأنه شرحه في المسألة السابقة. نعم، يعني ماذا قال؟ كل ذلك لا يخلو عن التقدير. طب أكمل الدليل. ما أكمل الدليل؟ أنه يحتاج إلى مقدر، والمقدر يكون سابق عليه، هذا لأنه سبق في المسألة السابقة، قال فلا حاجة إلى تفصيله. نعم، قال: ولأنه لو جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة لجاز أن يماسه من سائر الجهات فيصير محاطا به، والخصم لا يعتقد ذلك بحال، وهو لازم على مذهبه بالضرورة. يقول: لو كانت ذات الله تعالى تقبل أن يمسها جسم من جهة تحت كما يدعون، نعم، لو قبلت أن يمسها جسم من جهة تحت، نعم، لجاز أن يمسها ذلك من الجهات الأخرى، لأن لا فرق بين جهة وجهة بحسب الذات، الذات هي ذات، فإذا قبلت يعني أمكن مماستها من جهة فأمكن مماستها من سائر الجهات، لأنه لا يوجد يعني ما يمنع. نعم، الذات في حقيقتها تقبل المماسة مع غيرها على مذهبهم، طبعا الذات في نفسها في حقيقتها تقبل المماسة مع غيرها، فلا فرق أن يمسها من هنا أو يمسها من هنا عقلا، قد يمتنع بحسب الواقع بأسباب أخرى، لكن عقلا لا مانع. نعم، فإذا جاز أن يماسه جسم من جهة تحت جاز أن يماسه من سائر الجهات، فجاز أن يماسه من اليمين، من اليسار، من فوق، من أمام، من خلف، فيصبح محاطا بالأجسام، فيصبح ذات الله تعالى محاطة بالأجسام من كل جهة. قال: والخصم لا يعتقد هذا بحال، لا يوجد مسلم يعتقد هذا في حق الله تعالى. نعم، قال: وهو لازم على مذهبه بالضرورة، يعني هو يلزم على مذهبه وإن كان هو لا يعتقده. قلنا سابقا أنه مسألة اللزوم مسألة مهمة في الجدل، يعني في إلزام الخصم في بيان بطلان مذهبه، ولكن لا نحكم عليه بلازم مذهبه إلا بشرطين. متى نحكم عليه بلازم مذهبه؟ يعني مذهب فلان، فلان يقول بكذا وكذا، فنقول يلزم من قولك نتيجة كذا. أحيانا يكون اللازم قريب، أحيانا يكون اللازم بعيد. إذا كان اللازم قريبا يعني لا واسطة بين اللازم والملزوم، يعني يلزم من ألف باء مباشرة، هذا لازم قريب. نعم، أو أحيانا يكون لازم بعيد، يعني يلزم من ألف باء ومن باء يلزم جيم، فجيم نسميه لازم بعيد، يعني بينهما واسطة، بين اللازم والملزوم واسطة. نعم، فهل نحكم على الخصم بلازم مذهبه البعيد؟ لا نحكم عليه، اللازم البعيد لا نحكم به، لأنه ما دام يوجد واسطة
إذن يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى استدلال، ربما لم يسلك هذا الطريق فلم يصل. أما إذا كان لازم قريب فنحكم عليه، لكن الشرط الثاني لابد أن نعتبر الشرط الثاني، وهو أن لا ينكره هو، أن لا يفر منه. أحيانا يكون لازم قريب فالأصل نحكم عليه به، ولكن هو يفر منه، يقول أنا لا أعتقد هذا، فهذا يعني يعصمه من الحكم عليه باللازم. أحيانا يكون اللازم فسق فنحكم عليه بالفسق، أحيانا يكون اللازم كفر فنحكم عليه بالكفر، أحيانا يكون اللازم ضلال وبدعة فنحكم عليه بالضلال والبدعة. لكن إذا كان لازم قريب أولا، ثانيا أن يسلم به ولا يفر منه. أما إذا أنكره وفر منه فهذا يمنع من الحكم عليه باللازم، ولكن لا يعني يزيل اللزوم، يبقى اللزوم ثابتا. نقول تمام، ما دام أنت أنكرت اللازم فلا نحكم عليك بالحكم. يعني هذا اللازم مثلا، على سبيل المثال، اللازم في هذه المسألة كفر، فهو أنكره قال لا يلزمني، تمام، فلا نحكم عليك بالكفر، لكن يبقى لازما لمذهبك. يعني يبقى المذهب فاسد لأنه يلزم منه كذا وكذا، يبقى المذهب يعني يلزم منه الكفر في حقيقة هذا المذهب، وإن كان أنت لا نحكم عليك بذلك لأنك لم تقبل هذا اللازم. نعم. فبهذين الشرطين يعني مسألة اللزوم تنضبط. نعم. يعني مسألة اللزوم من المسائل المشكلة حقيقة، أو يعني التي فيها توسع أحيانا أو فيها تضييق أحيانا. يعني بعض الناس يتوسع فيحكم باللزوم القريب والبعيد، ويحكم باللزوم سواء أقر به الخصم أو نفاه الخصم، هذا توسع كبير في المسألة. نعم. وهناك من يضيق فيقول اللازم الذي أنكره الخصم ليس بلازم، إذن لا يوجد لازم في الدنيا، لأن كل مسألة نلزم الناس بها بشيء فهم ينكرون، يقول لا يلزم، لا نستطيع أن نثبت صحة مسألة من المسائل، أو بطلان مذهب من المذاهب، أو قول من الأقوال، لأنه أي قول نقول هذا فاسد لأنه يلزم منه كذا، يقول لا لا يلزم، يعني يصبح جهله دليلا ينفي اللزوم، يبطل الحقيقة، يبطل حقيقة اللزوم، اللزوم حقيقة من الحقائق، فجهله يبطل هذا، وهذا غير معقول أبدا يكون الجهل دليلا على إبطال الحقائق. كما لو مشى إنسان وخرج من المدرسة فقلنا له أين تذهب؟ قال أنا أذهب إلى مثلا إلى فاتح، فقلنا له تمشي من هذا الطريق إلى فاتح، قال لا أمشي من هذا الطريق، الطريق الآخر، قلنا له يلزمك أن تذهب من هذا الطريق إلى مثلا بشكتاش أو أي مكان آخر، هذا الطريق يلزمك أن كذا، قال لا لا يلزمني. أو لو أخذنا يعني شيء أسهل، لأنه هنا ممكن تقول يدور، يعني لو أخذنا شيء أسهل مثلا، هو يخرج من إسطنبول إلى أنقرة ولكن مشى بطريق أدرنة. نعم. فقلنا له يلزمك، هذا خطأ، يلزمك أن لا تصل إلى أنقرة، يلزمك أن تصل إلى أدرنة بهذا الطريق، قال لا لا يلزمني. تمام، لا يلزمك في عقلك أنت، ولكن يبقى اللزوم متحققا، يبقى اللزوم متحققا. نعم. يعني يبقى هو في ظنه لا يلزمه، لكن هل سيصل إلى أنقرة؟ لن يصل. نعم. يعني يبقى اللزوم في نفس الأمر متحققا. نعم. وهكذا. لا يعني يعني هذه القواعد مستقرة في العقول من قديم، لكن ربما لم تقعد بقواعدها إلا في عصر معين. نعم. يعني يحتاج إلى دراسة متى بدأوا يعبرون بهذا التعبير، فقد يكون في عصر الجويني كذا، لا أدري الآن، ليس عندي جواب واضح، ولكن كاستقرار في العقول موجودة من قديم. نعم. نعم. وحتى يعني في كلام الفقهاء هذا كثير موجود، إنه يلزم على قولكم كذا وكذا، في المجادلات الفقهية موجود، يعني من عصر أبي حنيفة والشافعي موجود.
لكن كتقرير قواعد الإلزام ربما هذا متأخر، هذا مسألة أخرى. مثل علم النحو كان يتكلم به العرب في الجاهلية، ولكن لم يقعد إلا في عصر فلان، علي بن أبي طالب أو الحجاج أو كذا، على الخلاف يعني. نعم، وهكذا. يعني لا أظن، لأن المسألة كما قلت موجودة في الكلام، يعني في الجدل، سواء كان جدل فقهي أو عقائدي موجود. نعم. ليس عدم الاعتراف دائما يمنع عن الحكم التشخصي. يعني عدم الاعتراف أو الإنكار تقصد؟ يعني هو أقوله يلزمك كذا فينكر اللزوم، نعم، أو هو يعني يسكت عن اللزوم. نعم، أنا أتكلم عن ما إذا كان ينكر. نعم، إذا كان ينكر اللازم وإنكار حقيقي، يعني هو في فهمه لا يلزمه، ليس عنادا أو حتى يفر من الكلام قال لا يلزمني، ولكن هو يعني فهم وفهم أنه يلزمه. لا، إذا كان ينكر يعني بجهله و يعني يظن أنه لا يلزمه فعلا، نعم، فهنا الصواب أن لا نحكم عليه باللازم، والله أعلم. طبعا المسألة فيها خلاف، تجدون من بعض أهل العلم من يقولون اللازم القريب يحكم به دائما، نعم، لكن الأصح والله أعلم أنه إذا كان ينكر اللزوم لا نحكم عليه هو بلازم مذهبه، لكن يبقى اللازم صحيح، أنه اللازم لازم في المسألة، لكن عليه هو لا نحكم عليه باللزوم لأنه أنكره. نعم، فربما تقول لي هل الجهل هو عذر في الحكم التشخصي؟ هل الجهل هو عذر حتى لا نحكم على الإنسان؟ في أصول الفقه يقولون الجهل ليس عذرا بشكل عام، لكن شرحنا أظن في الدرس الماضي قليلا، قلنا أن المسائل الدقيقة العلماء يعذرون فيها بالجهل. نعم، في المسائل الدقيقة الغامضة الخفية الجهل ليس عذرا، في المسائل السهلة الواضحة، لكن في المسائل الدقيقة الغامضة يعذرون فيها بالجهل. نعم، خصوصا للعوام، لمن غير المتخصص. نعم، والآن في عصرنا صحيح هم يتكلمون، ولكن هم كثير منهم عوام، يعني من يتكلم في المسائل العلوم ولكن يكون هو في حقيقته غير متخصص، لم يدرس العلوم على أصولها على قواعدها، فهو عوام حقيقة. والله أعلم. طيب، بعد فهم اللزوم ما زال أنا ينكر اللزوم، لكن يقول أنا أثبت ما قلت هناك، ما زال يبقى يعني لا يحكم عليه، يعني لا يحكم عليه بحكم اللازم، أنه حكم اللازم كفر فيحكم عليه بالكفر؟ لا، إذا كان مثلا غير منفك مثلا هذا اللزوم، يعني حتى وإن كان إذا هو لم يظهر له، يعني لم يفهمه وأنكره قال لا يلزمني، وفعلا هو في نفسه يظن أنه لا يلزمه، يعني لا يفهم الرجل. حتى نعم، كان سيد مثلا الأصول، نعم، مثلا يقول أنا لا يلزم أن يكون قديما مثلا، وشرح له أن إذا لم يكن قديما فلا يكون واجب الوجوب، يقول لا هو ليس قديما، حتى مثلا في هذه المسألة البسيطة. كيف؟ ما فهمت. كان يقول مثلا تقول له المركب لابد أن يكون حادثا، ويقول لا يلزم، فأنا أؤمن أن الله يعني يكون مركبا. نعم، ولكنه قديم. نعم، نعم، فهو فر من اللازم. لكن هذا استحارة. ولكن هو هذا يعني هذا يعني هذا الذي أنا أراه شخصيا. قلت لك ستجد من الناس من يقول، منه حتى بعض أهل العلم قديما وحديثا حتى، من يقول بأن اللازم القريب يحكم به دائما. لكن أنا والله أعلم لا أرى هذا، أرى أنه اللازم القريب لا يحكم به إذا أنكره، لا يحكم به إذا أنكره القائد. ولكن أنكره إنكار حقيقي، يعني لم يفهمه. نعم، هو يظن فعلا أنه لا يلزمه، أما إنكار عناد هذا لا يحكم عليه به. يعني لا أدري حقيقة الآن، لا ما عندي، يعني الجمهور أطلقوا الكلام غالبا أن اللزوم البعيد لا يحكم، اللزوم القريب يحكم. نعم، لكن لم يفصلوا أن اللزوم القريب إذا أنكره أو لم ينكره، لم يفصلوا كثيرا، أغلبهم لم يفصل، لأنه في عصرهم ما أظن كان يعني إنكار اللوازم كما في عصرنا. في عصرنا العوام صاروا يعني بمظهر العلماء ويتكلمون في المسائل الدقيقة الكلامية والفلسفية والمنطقية، فكثر إنكار اللوازم. نعم،
أنا الذي قلته انطلاقا من كلمة العز ابن عبد السلام التي قلتها في الدرس الماضي، أنه كان العلماء يكفرون من يقول بالجهة، لكن العز بن عبد السلام قال إذا كان عاميا يعذر لدقة المسألة وخفائها. نعم، وإن كان المسألة من لوازمها يعني على قاعدة اللوازم هو التكفير. نعم، فالعز قال لا، لأنه في عصره كثر الكلام من العوام في المسألة فرأى هذا مانعا. نعم، وفي عصرنا الحال قريب، صار العوام من لم يدرس من هذه العلوم شيئا ويدخل فيها ويتكلم فيها وهو عامي حقيقة. نعم، في الأصول، كتب أصول الفقه تتوسع فيها، كتب المناظرة أيضا، آداب البحث والمناظرة أيضا تتكلم في هذا، كتب الجدل. نعم، طيب، يقول وعلى الجملة لا يستقر على الجسم إلا جسم ولا يحل فيه إلا عرض، وقد بان أنه تعالى وتقدس ليس بجسم ولا عرض، فلا يحتاج إلى إفراد هذه الدعوة بإقامة البرهان. لا يستقر على الجسم إلا جسم، لأن وصف القرب والبعد من جسم لابد أن يكون بجسم أيضا، يعني اقتراب شيء من الجسم وابتعاد شيء من الجسم لابد أن يكون الثاني جسما. نعم، كذلك المماسة وعدم المماسة، أنه يمسه أو لا يمسه، يعني هذا يقترب من هذا حتى يمسه أو لا يمسه. نعم، هذا أيضا من صفات الجسمين، يعني من العلاقات بين الجسمين. نعم، فلذلك قال لا يستقر على الجسم إلا جسم ولا يحل فيه إلا عرض، لا يحل في الجسم إلا عرض. وقد ظهر سابقا أنه الله تعالى ليس بجسم ولا عرض، إذن لا يقبل الاستقرار، لا يتصف بالاستقرار على الأجسام. فإن قيل فما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ قلنا هذا الكلام، قلنا الكلام على الظواهر الواردة في هذا الباب طويل، مسألة الصفات الخبرية، ما يسمى بالصفات الخبرية أو النصوص الموهمة للتشبيه يقال لها أيضا، يقول هذا مسألة طويلة وحتى كتبت فيها بعض المؤلفات، والإمام الغزالي كتب في هذه المسألة أو توسع فيها في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، ومنعهم عن علم الكلام، ثم دخل إلى هذه المسألة فقال كيف يفعلون في هذه المسألة؟ قال يجب عليهم 7 وظائف، وذكر وظائف العوام في هذه المسألة. نعم، يعني يؤمن بلفظها، لا ينكر اللفظ الوارد في النص. نعم، ينزه عن الظاهر الذي هو نقص في حق الله، وهكذا ذكر 7 مراتب وسيلخصها هنا، يعني خلاصتها ستذكر هنا. يقول ولكننا نذكر منهجا في هذين الظاهرين يرشد إلى ما عداهما. يقول أنا لا أريد أن أتكلم في التفصيلات، أريد أذكر منهج، إذا فهمت المنهج في الرحمن على العرش استوى تستطيع أن تطبق هذا المنهج في كل آية من هذا الباب وفي كل حديث من هذا الباب، وهو أننا نقول الناس في هذا فريقان، عوام وعلماء. فوالذي نراه اللائق بعوام الخلق ألا يخاض بهم في هذه التأويلات. يقول الذي نراه، رأيه هو أنه لا، العوام لا ندخلهم إلى تأويلات هذه النصوص تفصيلا. نعم، بل ينزع عن عقائدهم كل ما يوجب التشبيه ويدل على الحدوث، نعلمهم التنزيه. نعم، ويحقق عندهم أنه موجود ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا سألوا عن معاني هذه الآيات زجروا عنها، قيل لهم أسكت، هذا ليس يعني من وظيفتك أن تفهم هذه الأشياء، وقيل لهم ليس هذا بعشكم فادرجوا عنه، فلكل علم رجال. هذا مثل في العربية، ليس هذا بعشك فادرجي، يعني في مخاطبة طير جاء إلى العش
الذي يبيض فيه ويجلس فيه على البيض فيقال ليس هذا بعشك فادرجي. نعم، وهذا يعني موجود في أبيات شعرية، يعني من الأبيات الشعرية. فصار مثلا بعد ذلك كل إنسان يدخل فيما ليس من شأنه يقال ليس هذا بعشك فادرج. سأتي إلى هذا، يعني قبله هو يتكلم عن عوام زمانه أيضا، يعني أنا أريد أدخل إلى موضوعك من هذا، أنه العوام في زماننا تغيروا عن العوام في زمان العلماء أيضا. العوام في زمان القديم كان يعني إذا يعني يعمل ولا أصلا يعني ربما لا يسمع القرآن كاملا في حياته إلا ربما مرة وربما لا يسمعه. نعم، يعني ربما بعض العوام لا يسمعون من القرآن الكريم كانوا في ذلك الزمان إلا ربما جزء، إلا نصف جزء، إلا 10 سور، إلا 5 سور، وهكذا. نعم، يعني حتى هنا في تركيا. نعم، العوام مثلا قبل 100 سنة 200 سنة ماذا كانوا يسمعون من القرآن الكريم؟ ما يقرأ في الصلوات. نعم، غالبهم. نعم، ما يقرأ في الصلوات، فما يقرأ في الصلوات غالبا الآيات تتكرر، قصار السور غالبا، أو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أو الآيات المشهورة التي يقرأها الأئمة. وفي رمضان ربما يزيد الأمر قليلا وليس يزيد كثيرا، إلا في مجال مساجد الختم وهكذا. نعم، لكن ليس كل العوام يذهبون إلى مجالس الختم، خصوصا في القرى، يعني في المدن الكبيرة نعم، لكن في القرى إمام القرية يقرأ بهم يعني، وحتى في رمضان ربما لا يخرج عن قصار السور. وهناك قصص في التاريخ كثيرة من مثل هذا، بل لا تستبعد أن بعض الصحابة كان على هذه الصورة. ربما نحن نتخيل الصحابة يعني على درجة عالية وكذا، هم على درجة عالية طبعا من الشرف والمنزلة والعظمة، لأنهم يعني تشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث العلم والاطلاع على المسائل والأدلة الشرعية والنصوص بعضهم كان عوام، ربما لا يسمع، لم يسمع من النبي إلا 2 أو 3 سور مع الفاتحة. جاء إلى المدينة، أسلم، فجلس مع النبي 2 أو 3، حفظ 3 أو 4 سور ورجع. نعم، تعرفون قصة الأعرابي الذي كان يطوف في الكعبة المشرفة، فسمع قارئا يقرأ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فسمع قال أعد أعد علي ما قلت، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال كلام من هذا؟ قال هذا من كلام الله، هذا في القرآن الكريم. قال أقسمت عليك أهو في القرآن الكريم؟ قال هو في القرآن الكريم. قال فزدني، ماذا قال بعدها؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فخر يعني على رجليه وقال ومن أحوج رب العزة حتى يقسم، يعني أدرك البلاغة، قال فوربي قسم السماء والأرض، يعني كأنه قسمين، إنه، إن للتأكيد، لحق، لام تأكيد، وكلمة حق أصلا كلمة ثقيلة شديدة، مثل أيضا تأكيد بالتشبيه، مثل ما أنكم تنطقون، انظر كم تأكيد فيها. فخر وقال ومن أحوج رب العزة عنه، يعني محل الشاهد أنه لم يكن سمع هذه الآية في حياته. وهكذا، لذلك العلماء قالوا من مستحبات الختم في رمضان قال أن يسمع الناس القرآن الكريم. نعم، يعني في الكتب الفقهية قالوا يستحب الختم في رمضان لأنه من فعل السلف ومن فعل بعض الأئمة وكذا وكذا، قالوا ولأنه تترتب عليه فائدة وهي أن يسمع الناس القرآن الكريم، وإلا الناس لا يسمعون في غير هذا. نعم، يعني القراءة كان الناس أميون لا يقرؤون، فليس عنده طريقة إلا السماع، والإمام يكرر نفس الآيات غالبا، فما بقي إلا رمضان. نعم، فالعوام في ذلك العصر غير العوام في عصرنا. الآن العوام في عصرنا يعني لا، صاروا مطلعين على الآيات، يسمعونها صباحا مساء، ممكن من يسمع القرآن صار سهلا أن يسمعه بالسي دي أو كذا، فممكن في يوم أو يومين يسمع القرآن كاملا. نعم، وصار الناس يقرؤون الترجمات أيضا وهكذا، يعني انتشر حقيقة العلم أوسع من الماضي. نعم، ربما رتبة العلم أو عمق العلم يعني ليس بقوة الماضي، نعم،
لكن ك يعني كيف يقولون عمودي وأفقي، يعني العلم قديما ربما عمودي كان، يعني أشخاص قلة ولكن يتعمقون كثيرا، الآن سطحي ولكن ينتشر أفقيا، يعني الثقافة انتشرت في الناس. فلذلك لا نستطيع أن نتعامل مع العوام اليوم كما يتعامل معهم العلماء قديما حقيقة. يعني صعب يأتيني عامي ويسألني فأقول أسكت، ليس هذا كلامه، ليس هذا من شغلك. نعم نعم، يعني العوام تغيروا، فالناس الآن يحتاجون إلى جواب. نعم، لكن يبقى كلام الغزالي كقاعدة، وهو كلام غير الغزالي، كثير من العلماء من قال هذا. نعم، يبقى كقاعدة معلولة بعلة، وهي العوام بهذه الصفة التي ذكرها. نعم، فإن وجدت فيأتي الحكم. يعني أنا لا أبطل كلامه تماما، أقول قد يكون في بعض القرى إنسان فلاح أو نجار أو حداد، ولا يعني أنقص من قيمة هؤلاء، ولكن واحد من هؤلاء وليس له يعني اهتمام بالمسائل العلمية وكذا، فسمع هكذا واحد يتكلم عن الرحمن على العرش استوى، فجاء يسأل إمام الجامع ما معنى ذلك. وإمام الجامع لابد أن يكون فطنا نبيها، يعلم أن هذا الرجل لو قلت له أسكت ولا تبحث عن هذا سيسكت، ولا والمسألة لا تهمه كثيرا، يعني الرجل ليس مشتغل بتتبع المسائل العلمية، لكن هكذا جاء سؤال عرضا عليه فقل له أسكت، هذه آية لها خلاف طويل وفيها تفسيرات كثيرة، والله تعالى لم يطلب منك ذلك، لكن افهم أن الله ليس كمثله شيء. فيقول طبعا أنا أفهم الله ليس كمثله. قلت يكفيك هذا، اشتغل بعملك وصلاتك وصيامك خير له، وهو يقبل هذا فأفعل له ذلك. أما يعني كعوام زماننا، والعوام طبعا ليس كلمة قبيحة كما يظهر لبعض الناس، عوام يعني غير متخصص، هذا أصل معناها. نعم، يعني أنا عوام في الطب مثلا، كما أن الطبيب عوام في علوم الشريعة. نعم، يعني بعض الناس يغضب أنه كيف تقول عنا عوام ونحن أصحاب شهادات وكذا. نعم، يعني ونحن عوام أيضا في تخصصاتكم كما أنتم عوام في تخصصاتنا. نعم، فلا إشكال في هذا. وإذا كان يغضب من الكلمة لا بأس أن نقول غير متخصص، يعني إذا سنقف عند كلمة فلنقول غير متخصص. نعم، فهؤلاء مثل طلبة الجامعات في عصرنا، طلاب شباب يدرسون الطب أو الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء أو التاريخ أو الفلسفة أو كذا، ويسأل ثم نقول له أسكت ونزجره، لا ينبغي هذا. نعم، والترجمات يعني باب من هذا أيضا، أنه الآن الناس صاروا يترجمون. الترجمة لم تكن سابقا، يعني حتى آخر الدولة العثمانية لم يكن هناك ترجمة للقرآن الكريم مثلا. نعم، الناس لم يكونوا يترجمون، وكان يعني حصل خلاف طويل لما بدأت الترجمة، حصل خلاف طويل بين العلماء أنه هل يجوز أو لا يجوز. وفي كتب العقائد يقولون يصح أن تشرح العلوم باللغات الأخرى، وأكثر شيء بالفارسية يتكلمون. نعم، وقالوا لكن نصوص الصفات يد الله وجه الله ينزل كذا اختلفوا، وكثير من العلماء العقائد قال لا تقال بالفارسية. يعني في بحر الكلام مثلا لأبي المعين النسفي يقول ويقال يد الله بالعربية ولا يقال بالفارسية. لماذا؟ لأن كلمة يد الله بالعربية تحتمل معنى حقيقي وليس مرادا، وتحتمل معاني مجازية كثيرة. لأن إذا ترجمناها إلى الفارسية مثلا المعنى الحقيقي موجود طبعا، المعنى الحقيقي يبقى ثابت في اللغات، المعاني المجازية ربما يبقى بعضها نعم تتغير من لغة إلى لغة، ربما لا تنتفي جميعا، ربما يبقى بعضها لكن ربما يذهب بعضها. نعم، وربما يأتي معاني مجازية أخرى. نعم، يعني تتغير المعاني المجازية من لغة إلى لغة. فلذلك عند الترجمة أنت تبطل بعض المعاني المجازية للكلمة، وربما هذا المعنى المجازي هو المراد الذي بطل مع الترجمة. نعم، وكذلك إلى الإنجليزية أو للتركية أو الفرنسية أو أي لغة من اللغات، ربما تبطل المعنى المجازي تماما، أو ربما تضيقه، أو ربما يتغير من معنى إلى معنى. يعني مثلا ربما 10 معاني مجازية ربما يبقى منها 5، أو ربما لا تبقى 10 ولكن 5 مشتركة و5 تغيرت.
فربما كان المعنى المقصود لله تعالى هو من الخمسة التي تغيرت. لذلك قالوا الأسلم أن لا تترجم. نعم. لكن في عصرنا الترجمة صارت حاجة حقيقة. يعني فيها خلاف في بداية القرن العشرين مع انتهاء الدولة العثمانية صار خلاف طويل في الترجمة، ولكن الآن يعني يكاد يكون الخلاف انتهى، وصارت الترجمة حاجة من حاجات العصر، وصار يعني المسلمون يعني من واجباتهم عند الله تعالى ترجمة القرآن الكريم. نعم، لأنه صار هناك ترجمات فاسدة والناس يقرؤون القرآن بطريقة مشوهة، يطلعون على القرآن، فلا بد من ترجمته ترجمة صحيحة. لكن هي ترجمة معاني، يعني أحسن الترجمات التي تترجم اللفظ ثم تضع بين قوسين يعني ما يشرحه. نعم، فهنا يترجم باللفظ ولكن يوضع بين قوسين إنه هذا تعبير عند في اللغة العربية له معاني حقيقية وله معاني مجازية. نعم، أو نؤول لهم فنقول يد الله بين قوسين قدرة الله. نعم، يعني إذا اخترنا طريقة التأويل ممكن يد الله بين قوسين قدرته، أو يد الله بين قوسين إنه هذا تعبير في الأسلوب من أساليب التعبير في اللغة العربية يحتمل معاني مجازية متعددة، والأولى مثلا عدم الخوض فيها، هذا التفويض، لا بأس، كلاهما سائر. نعم، يقول إذن، نعود إلى المسألة، قال ويجاب بما أجاب به بعض السلف، يعني الإمام مالك حيث سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. سأعلق على كلمة الإمام مالك، قال وهذا لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات. يعني يقصد هنا أن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات غير المتخيلات. يعني المعقولات نوعان، هناك معقولات متخيلة، نعم، وهناك معقولات غير متخيلة كما شرحنا قبل قليل. هناك معقولات وتدخل تحت الخيال، هناك معقولات لا تدخل تحت الخيال. المعقولات المتخيلة غالبا لا يسمونها معقولات، يسمونها محسوسات أو متخيلات، يعني يطلقون عليها اسما خاصا، لا نقول هذه قضية عقلية، نقول هذه قضية حسية، وإن كانت هي طبعا مدام حسية هي داخلة تحت العقل أيضا. نعم، فلما يقول معقولات يقصد أنها من غير المتخيلات، هذا كاستعمال، وإن كان أصل اللغة أصل اللفظة هي معقول، يعني شيء يفهم في العقل سواء كان محسوس أو غير محسوس، هذا أصل الوضع للكلمة. لكن من حيث استعمالها هم لا يستعملون المعقولات غالبا إلا في غير المحسوسات وغير المتخيلات، لأن المحسوسات يقال لها محسوسات أو متخيلات. نعم، سنأتي إلى كلمة الإمام مالك سنشرحها دقيقة فقط. لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات ولا إحاطتهم باللغات تتسع لفهم توسعات العرب في الاستعارات. يقول العوام لم يحيطوا باللغة إلى درجة أن يفهموا توسع العرب في هذه الاستعمالات، سواء كان هذا العوام إذا كان من غير العرب فالأمر واضح أنه يعني هو ربما تعلم من اللغة العربية قليلا فلم يصل إلى درجة أنه يفهم هذه التوسعات المجازية في الاستعمال، وإذا كان من العرب فالأمر ليس بعيدا أيضا، ليس مختلفا كثيرا، لأن المجاز في اللغة واسع، وما يستعمل من استعمالات مجازية ربما لا يكون إلا يعني 10% من الاستعمالات المجازية للكلمة. يعني الآن لو ذهبت إلى العالم العربي وأتيت لهم بالمجازات، نعم، فأطلقت لهم اللفظة، طبعا المعنى الحقيقي موجود عندهم، إذا كانت الكلمة ما زالت مستعملة فالمعنى الحقيقي مفهوم. المعاني المجازية لا يستعملون في الواقع العالم العربي الآن ربما إلا 10% من المعاني المجازية الموجودة في القواميس. افتح مثلا أشهر قاموس يعني يذكر المعاني المجازية هو أساس البلاغة للزمخشري،
تعرفون أن القواميس أو المعاجم عادة لا تذكر المجاز. المعاجم وضعت لذكر الحقيقة، المعاني الحقيقية، لا تذكر المعاني المجازية في الغالب. لكن أساس البلاغة للزمخشري هو من المعاجم التي تهتم، ويعني بل هو موضوع أصلا للمعاني المجازية. يعني أحيانا يذكر الحقيقة، أحيانا لا يذكرها، يهتم بالمجاز. يعني المجاز هو الأصل عنده في المعجم، طبعا ليس الأصل عنده في اللغة، الأصل عنده يعني في تأليف هذا المعجم. لذلك يقول كذا وكذا كذا وكذا، ومن المجاز، ويأتي بالمعاني المجازية. يقول ضرب مثلا معناها كذا، ومن المجاز، ويبدأ يذكر المعاني المجازية. فانظر في المعاني المجازية، خذ كلمة يستعملها العرب الآن وخذ المعاني المجازية، ربما لا تجد من 10 معاني إلا معنى أو 2 مستعمل، والباقي غير مستعمل. نعم. إذن الأمر سواء عرب أو غير عرب، الأمر ليس بعيدا. إنه لما قال ولا إحاطتهم باللغات تتسع لفهم توسعات العرب في الاستعارات. وتعرفون قصة الصحابي عدي بن حاتم لما نزل قوله تعالى في الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم. فوضع تحت وسادته خيطا أبيض وخيطا أسود، فصار إذا قام من الليل ينظر. نعم. فلم يظهر له الفرق بينهما فيأكل ويشرب، وهكذا وهكذا، حتى أنه إذا صار يظهر له أن هذا أبيض وهذا أسود، يعني طلع الضياء، فقال أمتنع. طبعا هذا يكون يعني بعد الفجر عادة. نعم. وليس على الفجر. نعم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن قفاك لعريض. نعم. طبعا فسرها بعدة تفسيرات، ربما منها يعني يقصد قفاك هو الوسادة، يعني وسادتك عريضة، تضع تحتها يعني خيط أبيض وخيط أسود، تضع تحتها أشياء. نعم. وهكذا، وفسروها تفسيرات أخرى. على كل حال، إنه هذا الصحابي الكريم مع أنه من العرب من عصر قديم، يعني عصر الجاهلية والإسلام، واللغة ما زالت نقية، لم يدخلها يعني اختلاط العرب بغيرهم، لم يدخلها يعني العجمة، ومع ذلك لم يظهر له هذه الاستعارة، لم تظهر له هذه الاستعارة. نعم. لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة. نعم. فبعض قال أراد النبي الحقيقة، وبعض قال لا أراد الإسراع، وإلى آخره. يعني هناك أمثلة كثيرة في هذا الباب. والإمام الشافعي يقول لا يحيط باللغة إلا نبي، لا يحيط باللغة إلا نبي. والإمام الشافعي ممن وصل إلى درجة أن قيل فيه هو حجة في اللغة، يعني إذا نطق بكلمة فهي حجة فصيحة. نعم. يعني تعرفون عصر الاحتجاج أصلا يقولون يعني في حتى 150 هجري تقريبا، هذا في البادية، أما في المدن فربما حتى 100 أو قبل هذا. يقولون كانت اللغة حجة، يعني العربي إذا تكلم فكلامه حجة، يعني يعتبر شاهد من شواهد النحو. تستطيع في كتاب النحو أن تستشهد بقول فلان ممن عاش حتى 150 هجري في البادية، في المدن قبلها قليلا يعني حتى 100 تقريبا. نعم. من العرب. نعم. فالإمام الشافعي عربي، لكن هو ما عاش في 150، هو عاش إلى 204، ولد 150. فمن حيث العصر هو في عصر ليس عصر الاحتجاج، لكن نص على أنه حجة. نعم. لفصاحته يعني وحسن منطقه. نعم. ويقول مع ذلك، يعني الذي بلغ في اللغة إلى هذه الدرجة العالية، يقول لا يحيط باللغة إلا نبي. نعم. فلذلك كلام الإمام الغزالي هنا واضح، أنه لا ولا إحاطتهم باللغات تتسع لفهم توسعات العرب في الاستعارات. نعم. يقول قبل العلماء نرجع إلى كلمة الإمام مالك، أن الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، هكذا هنا في الرواية التي ذكرها، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. طبعا يعني تتبعنا هذه الكلمة من الإمام مالك في مصادرها المروية بالإسناد، لأن المصدر الذي يروي بالإسناد هو يروي يعني باللفظ،
غالبا، أو يعني قد يروي بالمعنى وقد يروي باللفظ. أما المصدر الذي لا يروي بالإسناد فهذا غالبا يروي من حفظه أو من كتاب أو من كذا، يعني لا نستطيع التأكد يعني أنه تلقى عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام مالك. نعم. فالمصادر المروية بالإسناد هي مصادر أوثق من المصادر التي لا تروي بالإسناد، هذا من جهة. من جهة أخرى أن المصدر الذي لا يروي بالإسناد غالبا هو أخذ عن مصدر يروي بالإسناد، يعني هي الأصل وهذه فرع عنها. نعم. فلا نأخذ الفروع، نأخذ الأصول. نعم. فنأخذ المصادر التي روت بالإسناد. فبحثنا في المصادر التي روت بالإسناد فوجدنا كلمة الإمام مالك على يعني وجهين تروى. رواية تقول الاستواء معلوم والكيف مرفوع وليس مجهول. الاستواء معلوم والكيف مرفوع، هذه رواية، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الرواية الثانية الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هاتان الروايتان في المصادر التي تروي بالإسناد، ومنها الأسماء والصفات للبيهقي، اعتقاد أهل السنة للالكائي وغير ذلك. أما هذه الرواية الاستواء معلوم والكيف مجهول فهذه موجودة مثل هذا الكتاب، موجودة لكن بلا إسناد، موجودة في كتب الغزالي أو في كتاب الغزالي، في بعض الكتب الأخرى موجودة. نعم. لكن لم نجدها في كتاب يروي بالإسناد. نعم. وكلمة الإمام مالك هذه أيضا الاستواء معلوم والكيف مرفوع أو الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، تروى أيضا عن ربيعة شيخ الإمام مالك، وتروى أيضا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا بعيد، يعني نسبتها لأم سلمة بعيدة حقيقة. الإمام مالك أو ربيعة محتمل لأنه من أهل المدينة، عاشوا في نفس العصر هذا الشيخ هذا التلميذ، فقد يكون حصل خطأ أنه هي له أو له، أو قد يكون ربيعة قالها والإمام مالك استفادها منه فلما سئل قالها أيضا، يعني يحتمل يكون خطأ نسبت إلى ربيعة خطأ وهي لمالك، أو نسبت إلى مالك خطأ وهي لربيعة، أو إليهما جميعا، ويكون التلميذ استفادها من الشيخ. الإمام مالك أصلا استفادها من ربيعة ثم لما سئل أجاب نفس الجواب. يعني عصر الصحابة لم يكن عصر بحث هذه المسائل، يعني نعم هي رواية واحدة عن أم سلمة، يعني واضح هناك يعني مسائل في التاريخ لها وقت تبدأ فيه، قبلها لا تكون مبحوثة. نعم. فهذا يعني في عصر الصحابة لم تكن هذه المسألة مبحوثة أصلا. فالإمام مالك يقول الاستواء معلوم، يعني معلوم معانيه في اللغة. إذا تسألني عن اللغة ما معنى استوى في اللغة، فالاستواء معروف عند تسأل يعني أهل اللغة، والإمام مالك منهم، من العرب، هو من عرب اليمن، ف يعني مدني ولكن أصله من اليمن، فمعانيه مشهورة معروفة عندنا. نعم. معلوم معلوم المعنى أو معلوم الورود الذكر في القرآن الكريم، كلاهما محتمل، لكن معلوم المعنى يعني أقرب والله أعلم، إنه معانيه معروفة. نعم. لكن الاستواء معلوم والكيف مرفوع، يعني الكيف منفي، الرفع هنا بمعنى النفي. فالكيف مرفوع يعني منفي، رفع القلم عن ثلاثة، يعني لا يوجد تكليف، نفي التكليف يعني. نعم. نقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا ينتفيان، يعني لا نجمعهما لا نثبتهما ولا نرفعهما، يعني لا ننفيهما. فالرفع بمعنى النفي معروف مشهور. فالإمام مالك يقول الاستواء معلوم معاني 1 2 3 10 15، أبو بكر بن العربي يذكر 15 معنى للاستواء. فهناك 15 معنى لكلمة استوى، فيقول لي هل كلها محتملة؟ لا. كيف أعرف؟ يقول انظر إلى الكيف، إذا كان هذا المعنى له كيفية فهذا منفي، إذا كان هذا المعنى ليس له كيفية فهذا محتمل. نعم. فالاستواء بمعنى مثلا الاستقرار على الشيء، استوى يعني استقر،
كما قال الله تعالى عن الأنعام الدواب قال لتستووا على ظهوره. نعم يعني لتستقروا نعم على ظهوره. فالاستواء بمعنى الاستقرار، هل له كيفية؟ يعني هل له شكل؟ هل له صورة؟ الاستقرار على الشيء نعم له صورة، يعني ترسم في الخيال هذه الصورة. إذن هذا المعنى غير مقبول. نعم. الاستواء بمعنى مثلا الاستقامة بعد الاعوجاج، يعني يكون الشيء أعوج مائل ثم يستقيم، هذا يقال استوى. نعم. يعني كما قال الله تعالى كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، نبات ضعيف يخرج من الأرض يخرج بجانبه يعني ما يقويه مثل حبة القمح تزرعها تخرج أولا ضعيفة مائلة مع الرياح تميل، نعم يعني عشبة صغيرة، لكن تخرج بجانبها نباتات أخرج شطأه فآزره قواه فاستغلظ صار أقوى كبيرا فاستوى على سوقه. هل هذا الاستواء بعد الاعوجاج كان مائلا فاستوى، هل هذا أيضا له كيفية له صورة؟ نعم. فإذا هذا غير مقبول. طيب استوى فلان على البلد أي حكمها وغلب عليها وقهرها، نعم هل هذا له صورة له كيفية؟ لا، هذا أمر معنوي. نعم يعني لا نستطيع أن نرسم له صورة لأنه حكم البلد. نعم قد يحكم البلد من بلد آخر، قد يحكم البلد ويدخلها بالحرب، نعم قد يعني حتى يسمى حاكم للبلد وهو نائم، يعني الحاكم حاكم. نعم. فليس له صورة ليس له كيفية، الحكم أمر معنوي، نعم هو سيطرة حكم سلطان. نعم فهذا محتمل، إذا المعنى كذا محتمل معنى كذا محتمل وهكذا. فإمام مالك يقول لي أنا لا أريد أن أعين، أنا أقول لك المعنى الذي فيه كيفية غير محتمل، المعنى الذي ليس فيه كيفية محتمل. فعندك 15 معنى للاستواء مثلا، 5 على سبيل المثال فيها كيفية ننفيها ننزه الله عنها بقي 10 ليس فيها كيفية فكلها محتملة. أي واحد أراد الله تعالى قال لا نخوض في هذا لا ندخل في هذا، هذا هو التفويض الذي يقول به السلف ومنهم الإمام مالك، هذا هو التفويض، تفويض المعنى وليس تفويض الكيفية، تفويض المعنى المراد إلى الله تعالى لكن بعد إخراج المعنى الفاسد، أولا ينزهون عن المعنى الفاسد فتبقى المعاني المحتملة لا يعينون معنى منها، يقولون الله أعلم بما أراد. وهذا يعني نصوا عليه كثيرا تفويض المعنى. الإمام الطحاوي في عقيدة يقول وتفويض معانيها أو ونكل معانيها، يصرح بكلمة المعنى. نعم يعني الترمذي ربما ذكرنا هذا سابقا أنه قال يعني لا تفسر قال بلا تفسير ولا تمثيل ولا تكييف و نعم فيقول لا تفسير لا تفسر، فهو تفسير تفويض المعنى إذن لا ندخل في المعاني التفصيلية وهكذا، هذا في كلام السلف كثير. الرواية الثانية الاستواء غير مجهول، يعني معلوم الشيء غير مجهول نعرف معانيه، والكيف غير معقول يعني لا يتصور عقلا لا يقبل عقلا يعني منفي، نفس الرواية يعني نفس النتيجة للرواية. لكن الرواية الثالثة التي لم نجدها بالإسناد المذكورة هنا الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا فرق كبير بين المذهبين. الاستواء معلوم نثبته على المعنى الذي نفهمه لكن الكيفية مجهولة، الكيفية مجهولة يعني هناك كيفية ولكننا نجهلها، فالكيفية يكون بعد إثبات الحقيقة، يعني الحقيقة الجسمية أو الحقيقة المعروفة المتبادرة إلى الأذهان نثبتها ولكن نقول لا نعرف كيف، يعني صار الفرق بين الله تعالى وبيننا ليس في الحقيقة وإنما في الكيفية. نعم وهذا أمر خطير جدا،
نقول لي يد حقيقية والله له يد حقيقية يعني على المعنى الذي نفهمه نحن، لكن نقول ليست كيدنا يعني في شكلها في كيفيتها في صورتها، لكنها في النهاية في حقيقتها هي يد، يعني تشبه يدي في الحقيقة وإن كانت لا تشبهها في الكيفية. هذا خطير. فيقولون لنا أنه لكن الله له علم وأنت لك علم، وعلم الله ليس كعلمنا، له قدرة ولك قدرة، قدرته ليس كقدرتنا، فلماذا لا تقبل في اليد والوجه؟ نقول هناك فرق، تلك معاني القدرة العلم الإرادة كذا، هذه معاني ليست أمور محسوسة، حقيقتها ليست حسية، حقيقتها معنوية، والمعنى والمعنى يختلفان بسهولة، يعني تغيير الحقيقة بين المعنى ومعنى آخر سهل. نقول حقيقة القدرة في ذات الله هي قدرة إيجاد من العدم، حقيقة القدرة في ذات العباد هي قدرة فعل أو قدرة كسب، المعنى مختلف. قدرة عبد لا تخلق لا توجد من العدم، تكتسب فقط، قدرة لا توجد. يعني لما يكون المسألة معنوية سهل نجعل المعنى مختلف، لكن لما تكون المسألة حسية كيف نجعلها مختلفة إلا بالكيفية؟ الكيفية ليست مؤثرة لأن الحقيقة واحدة، يعني التركيب أو الجزئية أو الجارحة ثبتت، هنا المشكلة. نعم. لذلك السلف، بعض السلف كان يقبل أن نقول لله يد هي له صفة بلا كيف. نعم، لله يد هي له صفة، هكذا يقول كثير من السلف، هذه في عباراتهم، لله يد هي له صفة، أو وله يد ووجه وعين وساق وكذا وكذا، هي له صفات بلا كيف. حتى في الفقه الأكبر مثل هذا موجود. نعم، هي له صفات يعني معاني، يعني الواضح المسألة أيضا يريد أن يقول أنها معاني وليست محسوسات، هي أمور معنوية. كما قلت إذا صارت أمر معنوي يسهل الفرق بين الصفة في ذات الله والصفة في ذات العبد، لأن المعنى سهل أن يختلف، لكن الشيء المحسوس صعب أن يختلف إلا في الكيفية. نعم، لما نقول كتاب وكتاب لا يختلفان إلا في الشكل والصورة والحجم، أما في النهاية لأنه أمر محسوس وكتاب وكتاب، لكن لما أقول علم وعلم سهل الاختلاف بينهما في الكيفية وفي غير الكيفية في الحقيقة. لما أقول علم وعلم، علم فلان بالفيزياء غير علم فلان بالميتافيزيقا، هذا فيزياء وهذا ميتافيزيقا، يعني هذا علم طبيعي هذا فوق العلم الطبيعي أو وراء الطبيعة ما يسمى. العلمان مختلفان تماما، قواعد التفكير هنا غير قواعد التفكير هنا، يعني نظام الفلسفة هنا غير نظام الفلسفة هنا، الأدوات التي يستعملها هذا العالم في علمه غير الأدوات التي يستعملها هذا تماما، علمان متناقضان تماما، الفيزياء والميتافيزيقا أو الطبيعة وما وراء الطبيعة، لكن علم وعلم، لكن يسهل التفريق بينهما لأنهما معاني. أما تقول كتاب وكتاب لن تستطيع أن تفرق إلا بالكيفية، لكن تبقى الحقيقة مشتركة، مهما حاولت ستبقى الحقيقة واحدة. نعم، لذلك قال السلف هي له صفات بلا كيف، هي صفات يعني معاني. نعم، وبلا كيف نفس كلمة الإمام مالك، يعني إذا تطلب لهذه الصفة معنى فيه كيفية أبطله، أما معنى لا كيفية له اقبله. إذا هذه الصفة اليد افهمها على صفة لا تفهمها على جارحة، يعني معنى يعني قدرة أو نعمة أو كذا كرم إعطاء، فهذه اليد بصفة أنها صفة معنى إذا لها كيفية لا تقبل. نعم، ليس لها كيفية اقبل واحتمل. نعم، هذا معنى كلام السلف. فإذا هذه الرواية غير دقيقة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، لكن قد يقول قائل فكيف الإمام الغزالي ذكرها؟ طبعا هو يعني لو نتابع القراءة هو يقصد المعنى الذي ذكرناه أنه الكيف منفي، لما نتابع القراءة سنجد أن الإمام الغزالي سيشرح المسألة على أنه لا كيف، الكيف منفي. عندما يأتي للعلماء كيف يتعاملون مع الآية هذه النصوص سيفسر هذا بوضوح. فكيف الإمام الغزالي يذكر هذه الرواية الكيف مجهول؟ نقول أحيانا هناك
يعني كلمات دقيقة، فروق دقيقة. يعني نقول الكيف مرفوع أو معقول، نفرق بين هذا الفرق الدقيق. أحيانا يكون الزمان له أثر في ذلك، يعني أحيانا يكون قبل ظهور فريق من الناس يستدل بكلمة معينة لا نراعي الدقة في روايتها، لأنه أصلا ما عندنا مذهب، ما عندنا جماعة يستدلون بهذه الكلمة بالضبط على مذهبهم وفيها غلط، فنصبح ندقق إنه هل قال هكذا أو قال هكذا، فلا ندقق في الكلام، لأنه لا يوجد عندنا في الواقع باعث يدفعنا إلى هذا التدقيق. يعني القضية تساهل في اللفظ، تساهل في العبارة، والتساهل كثير في كلام العلماء وفي كلام غيرهم، العلماء وغيرهم، التساهل في اللغة كثير، نعم، في كل اللغات، حتى ليس في لغة دون لغة التساهل، الكلمة توضع لمعنى لكن الناس يتساهلون في استعمالها. نعم. لكن لما ظهر فريق يستدل بهذا ويؤكد على أن أنه يثبت كيفية ولكنها كيفية مجهولة، صرنا ندقق عن لفظ الإمام مالك ونتتبعه في الكتب، فوجدنا أنه مروي بالإسناد بلفظ الكيف مرفوع والكيف غير معقول، والكيف مجهول ليس مرويا بهذا اللفظ. فالإمام الغزالي ذكرها لأنه ليس في واقعه في مجتمعه من يستدل بهذا اللفظ بالضبط، نعم، حتى يدقق في الرواية، نعم، لذلك لم يعني يدقق في المسألة الإمام الغزالي. وقلنا هي تساهل في التعبير تعتبر. كيف تساهل في التعبير؟ يعني الكيف مجهول، يعني إذا نريد ندقق إنه المجهول الشيء الذي يمكن وجوده ولكن مجهول، يعني لا نعرف كيف هو، هذا إذا نريد ندقق. لكن إذا تساهلنا نقول مجهول لأنه غير ممكن أصلا، لماذا نجهله؟ لأنه مستحيل. هذا طبعا ممكن يعني كاستعمال لغوي يحتمل، ولكن يعني ليس دقيقا. يعني الدقيق أن تقول الشيء المستحيل تقول عنه مستحيل، الشيء الذي ممكن ولكن أنت لا تعرفه، لم تطلع عليه، تقول مجهول، هذا الدقة في التعبير. نعم. لكن إذا تساهلنا نقول مستحيل، يعني سواء أو نقول عفوا مجهول لأنه ممكن وأنا لا أعرفه، أو لأنه مستحيل فهو مجهول بالنسبة لنا، هذا تساهل في التعبير. لا نستطيع أن نقول خطأ، يصح، لكن مع التساهل، خصوصا كما قلت في عصر لم يكن فيه هذا التدقيق بسبب الاختلاف. نعم. كما في مسألة، لو رجعنا إلى الوراء، في مسألة أين الله في الدرس الماضي، نعم، يعني العلماء لما رووا الحديث وكذا وكذا لم يدققوا فيه كثيرا، هل قال أتشهدين أو قال أين الله، نعم، يعني لم يعتنوا بهذه المسألة ويحرروها، لأنه ما كان في عصر من يستدل بهذه اللفظة تحديدا. يعني كان في عصر من يقول بالجهة لكن لم يكون يستندون على هذا الدليل تماما، لكن في العصور المتأخرة صاروا يبحثونها، يعني في 400-500 هجري بدأوا يبحثون إنه كيف قال أين، لماذا قال أين، فقالوا أين تدل على المكان كما تدل على المكان، بعضهم قال، بعضهم قال ربما رواية بالمعنى، ربما خطأ من الراوي في رواية تشهدين، بدأوا يفصلون. إذن لابد نقرأ المسألة في سياقها التاريخي أحيانا، فلا نحكم على الغزالي بأنه كأنه كان يعيش في عصر بعد 1000 هجري مثلا أو 800 هجري والمسألة مشتعلة في عصره، هناك بعض الناس يستدلون بهذه اللفظة، وكيف أنت أتيت بها دون تدقيق؟ لا، نحكم على الإنسان بحسب بيئته وعصره. فنقول في عصر الغزالي ما كان هذا يعني تستغل هذه الكلمة، فتعتبر تساهل في الرواية، تساهل في التعبير، وتمشي الأمور وهكذا. نعم. طيب، كيف يعني، هل عندك شيء تذكر شيء؟ يعني هي الرواية الكيف مرفوع، هذه الرواية هناك لفظ الاستواء معلوم والكيف مرفوع، أو الاستواء معلوم ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، هكذا هناك اللفظ، نعم هكذا، إنه الاستواء معلوم ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، يعني هذا يؤكد إنه مرفوع بمعنى منفي، نعم هكذا، نعم هناك رواية هكذا.
نعم، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. نعم، لكن هي الروايات ترجع إلى كما قلت ثلاثة: اثنتان مروية بالإسناد مرفوع وغير معقول، والثالثة ليست مروية بالإسناد، مجهول، الكيف مجهول. نعم. طيب، قال: وأما العلماء، ننتهي من الرحمن على العرش استوى، وفي الدرس القادم نتكلم عن ينزل. قال: وأما العلماء فاللائق بهم تعرف ذلك وتفهمه. يعني يقول لائق بالعلماء، لا، يدخل في هذه المسائل ويفهمها بالتفصيل. قال: ولست أقول إن ذلك فرض عين، إذ لم يرد به تكليف، بل التكليف التنزيه عن كل ما يشبهه بغيره، هذا فرض العين. يقول: لا، التأويل أو التفصيل هذه المسائل ليس فرض عين على كل مسلم، وليس حتى على كل عالم، بل على جماعة من العلماء يحصل بهم الكفاية. نعم. قال: التكليف الذي كلف به كل عالم وكل مكلف هو التنزيه، تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات. قال: فأما معاني القرآن فلم يكلف الأعيان فهم جميعها. يعني ما دامت المسألة ليس مكلف بها، إذن هل هي مسألة عقائد أو مسألة تفسير أصبحت؟ العقائد نحن مكلفون بها، التفسير لسنا مكلفين به، يعني فرض عين أقصد، فرض كفاية. المسائل العقدية، نعم، يعني عندي مسألة التنزيه، مسألة معرفة معنى هذه الكلمة، هاتين مسألتان، نعم، تنزيه الله عن ظاهر الكلمة أو معرفة معنى هذه الكلمة، مسألتان، أيهما عقيدة وأيهما تفسير، أو كلاهما عقيدة أو كلاهما تفسير. نقول: ضابط المسألة العقيدة أنك مكلف بمعرفتها، ضابط مسألة التفسير أنك غير مكلف بمعرفتها، فرض عين يعني، أنك كل مكلف يعني. فنقول الآن: تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين فرض عين، مكلف كل إنسان بأن ينزه الله عن مشابهة المخلوقات، إذن التنزيه مسألة عقيدة. طيب، معرفة معنى هذه الكلمة في القرآن الكريم، قال: هذا فرض كفاية، ليس فرض عين على كل مسلم، إذن هذه أصبحت مسألة تفسير. إذن الرحمن على العرش استوى، أو أي آية كما قال منهج هذا، أي آية في القرآن الكريم، تنزيه الله تعالى عن الظاهر المتبادر إلى الذهن الذي يشبهه بالمخلوقات، هذا فرض عين على كل مسلم، هذه عقيدة. انتهينا من العقيدة الآن، يعني الخطأ فيها خطأ في العقيدة خطير، نعم، لكن انتهينا منها. معرفة ماذا أراد الله بهذه الآية؟ نعم، بعد التنزيه ماذا أراد الله؟ قال: هذا ليس من مسائل العقيدة، هذا مسألة علم التفسير، يسأل عنه المفسرون أصلا ولا يسأل عنه المتكلمون، حتى المتكلمون إذا دخلوا فيه يدخلون بأدوات التفسير، ليس بأدوات علم الكلام، هي مسألة تفسيرية تماما تصبح. نعم، فلست مكلف بها إلا كما أنا مكلف بتفسير القرآن، فرض كفاية وليس فرض عين. تعرفون سيدنا عمر كان يقرأ: وفاكهة وأب. نعم، فبقي يعني ينظر ما معنى أب، الأب بالتشديد، ما هو الأب، ما هو الأب، ما هو الأب، ثم قال يعني دقيقة دقيقتين، لم يظهر له، نعم، لم يجد في شواهد اللغة التي يحفظها معنى الأب، نعم، مع أنه عربي فصيح في عصر التنزيل، ولكن خفيت عليه هذه الكلمة، فقال: وما على عمر أن لا يعرف ما هو الأب، يعني أمير المؤمنين والخليفة وكذا، صح، ولكن وماذا عليه يعني أن لا يعرف الكلمة، نعم، يعني كل إنسان يخفى عليه شيء من القرآن الكريم، نعم. فقال ومشى، مشى، تابع في القراءة، وما على عمر أن لا يعرف الأب، وتابع، يعني هذا الشاهد أنه ليس مكلفا كل مسلم بمعرفة كل كلمة في القرآن الكريم، وهذا واضح ظاهر. نعم، يقول: بل التكليف، طبعا هذا مفيد من جهة أنني لو أخطأت في التأويل سأخطئ في مسألة تفسير وليس في عقيدة، يعني بعض السلفية، الله أكبر، الله أكبر، السلفية يعترضون علينا فيقولون: طيب أنت تؤول، لو أخطأت في التأويل أخطأت في العقيدة. أقول له: لا، أخطأت في التفسير وليس في العقيدة، العقيدة هي التنزيه، أنا ما أخطأت، لما نزهت الله ما أخطأت. نعم،
التفسير التأويل هو نوع من التفسير، فلو أخطأت فيه أنا أخطأت في التفسير ولا يضرني، لأن الخطأ في التفسير كثير، التفاسير مليئة بأخطاء المفسرين، وإلا لما كان عندنا إلا تفسير واحد، لو كان المفسرون لا يخطئون لكان أول تفسير وانتهت القضية، لكن يختلفون ويخطئ بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض. فالخطأ في التأويل ليس خطيرا بهذا المعنى، لأنه من باب التفسير وليس من باب العقائد. وقلت المتكلم لا يدخل فيه إلا إذا كان عنده أدوات المفسر، يعني إذا كان عنده أهلية التفسير، عنده أدوات التفسير. ممكن متكلم ولم يدرس أدوات التفسير، يعني ما عنده علم باللغة بقواعد الناسخ والمنسوخ والعلوم القرآن وكذا، لا يدخل. نعم. وبعضهم أيضا يأتي بإشكال أنه يقول لي طيب التأويل، تأويلك لهذه الآيات قطعي أو ظني؟ أقول له ظني، فيقول كيف في العقيدة تدخل بالظن؟ نعم. فأقول له نفس الباب، هذا تفسير وليس عقيدة. نعم. إذن هذه المسألة الفصل بين العقائد والتفسير مهم، لأنه يحل لنا بعض التي توجه إلينا في هذه المسألة. يقول ولكن لسنا نرتضي قول من يقول إن ذلك من المتشابهات كحروف أوائل السور، فإن حروف أوائل السور ليست موضوعة باصطلاح سابق للعرب للدلالة على المعاني، ومن نطق بحروف أو بكلمات لم يصطلح عليها فواجب أن يكون معناه مجهولا إلى أن يعرف ما أراد به، فإذا ذكره صارت تلك الحروف كاللغة المخترعة من جهته. يعني هناك قول عند بعض العلماء إنه هذه متشابهات مثل أوائل السور، يعني استوى مثل ألف لام ميم، يد الله مثل كاف ها يا عين صاد. يقول الغزالي لا نرضى بهذا، لأن تلك حروف ليس لها اصطلاح عند العرب، لكن كلمة يد، كلمة استوى لها اصطلاح. فلما الله تعالى خاطبنا بكلمة يد أو استوى، هو خاطبنا بمصطلحات موجودة عندنا، فهمناها أو لم نفهمها هذه مسألة أخرى، يعني هل وقفنا على المراد أو لم نقف مسألة أخرى، لكن هو خاطبنا بمصطلحاتنا. لكن كاف ها يا عين صاد أو قاف أو ألف لام راء هذا خاطبنا بحروف ركب منها كلمات ليست من مصطلحاتنا، هي حروفنا ولكن ركب منها كلمات ليست من مصطلحاتنا، فهو كمن يركب من لغتك من حروفك كلمة هو يجعل له اصطلاح فيها، كما آتي لأي لغة من اللغات مثلا اللغة التركية فيها حروف ليست في العربية، آتي بهذه الحروف فأنا أركب منها كلمة لكن ليست في اللغة التركية، وأنا أجعلها مصطلح عندي على معنى، فلا يعرف مرادي إلا إذا أخبرتك به، أو إذا استطعت أنت أن تجتهد بطريقة ما وتعرف ما هو مرادي. إذن ليس ما هو مراد اللغة، ما هو مراد المتكلم، وهذا الذي يعني فعله المفسرون في ألف لام را أو ألف لام ميم. لم يبحثوا عن معانيها اللغوية سواء حقيقة أو مجاز، لا، وإنما بحثوا عن مراد الله بها. فبعضهم قال نتوقف لم يخبرنا، بعضهم قال نجتهد نحاول كذا، ووصلوا إلى بعض النتائج. طيب نقف هنا، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، هذا في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.